تنجيزا نهزك معايا للشمال الغربي، تحديدا وين موجود زميلنا حسن الكريمي. نحكيه مرة أخرى على الفلاحة من جانب آخر، ينتظم اليوم معرض إقليمي بالشمال الغربي حول محور الفلاحة. صباح النور حسن. شكرا شكرا لك إيناس، تحية إلى كل السادة المشاهدين مشاهدي القناة الوطنية في هذه الصبيحة. فعلا مدينة جندوبة ولاية جندوبة تحتضن فعاليات معرض إقليمي حول الفلاحة بالشمال الغربي. الأكيد المعرض هذا مهم لأنه يجي في مدينة أو في ولاية فلاحية بالأساس. نعرف إقليم الشمال الغربي أهميته ضمن المنظومة الفلاحية في تونس، ولايات الشمال الغربي 4 ولايات تونسية اللي عندها أهمية كبيرة في المنظومة الفلاحية في تونس على مستوى الإنتاج الفلاحي، كذلك على مستوى الموارد المائية. اليوم لاحظنا تواجد عدة هياكل للتمويل لربط الصلة بين الفلاح وهياكل التمويل. شفنا كذلك عديد المؤسسات الصناعية وعديد المؤسسات العاملة في القطاع الفلاحي اللي حاضرين لهنا وفي اتصال مباشر بالفلاح لمدوا بآخر النصائح ربما من أجل فلاحة عصرية، من أجل تحسين المنتوجية، من أجل تحسين المردودية، خاصة ونحن نحتفي باليوم الوطني للفلاحة بالعيد الوطني للفلاحة. الأكيد أنه مثل ما تصلكم الصورة هناك عدة يعني أجنحة لعرض المنتوجات الفلاحية، أجنحة كذلك لعرض المواد الفلاحية على غرار الأسمدة والمعدات اللازمة في العمل الفلاحي، ونعرف أهمية الميكنة الفلاحية في تحسين الإنتاجية والمردودية وكذلك في العمل الفلاحي ككل. على كل توصلكم الأكيد الصورة هنا من مباشرة من مدينة جندوبة من هذا المعرض، المعرض الفلاحي بالشمال الغربي بولاية جندوبة اللي ينطلق اليوم ويتواصل على مدى 3 أيام. منذ تقريبا ساعة افتتح هذا المركز هذا المعرض أبوابه أمام الزوار وأمام الفلاحين، وثم لقاءات ثنائية، لقاءات للشراكة مع عدة هياكل، هناك لقاءات كذلك مع الجمعيات الناشطة في القطاع الفلاحي، لقاءات كذلك مع هياكل التمويل، هياكل المساندة، وكل الهياكل تقريبا المتدخله في القطاع الفلاحي متواجده لنا في مدينه جندوبه لربما اعطاء فكره للفلاح عن دورها وعن المهام اللي تقوم بها لتحسين الانتاج الفلاحي. على كل كان المفروض يكون معنا سي لطفي الخليفي منظم المعرض، لكن ربما بعض الالتزامات خلته ما يكونش معنا. احنا باش نتحدثوا على هذا المعرض اللي يضم 21 عارض من تونس، من عدة جهات في تونس، هذا دون اعتبار المؤسسات، هذا بالنسبة للمؤسسات الصناعية والمؤسسات العاملة في القطاع الفلاحي، دون اعتبار هياكل التمويل ودون اعتبار الهياكل المتدخلة في القطاع الفلاحي، على غرار ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، على غرار كذلك بعض المؤسسات كما المعهد الوطني للزراعة الكبرى بأبو سالم كذلك اللي يحضر من أجل دعم الفلاح ومن أجل أعطاء فكرة للفلاح حول آخر البحوث اللي وآخر النتائج اللي وصل لها العمل الفلاحي في تونس. كذلك شفنا عدة منابت حاضرين من أجل كذلك إبراز دورهم في العمل الفلاحي. شفنا كذلك مجالات أخرى كما وكالة النهوض بالقطاع الفلاحي ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، يعني حتى التأمين الفلاحي كذلك حاضر باش يكون قريب من الفلاح في هذه في هذا المعرض. صورة تصلكم أكيد من المعرض الإقليمي للشمال الغربي، المعرض الفلاحي الإقليمي بالشمال الغربي بجندوبة، اللي نذكر أنه تتواصل فعاليات المعرض هذا على مدى 4
4 أيام، وإن شاء الله الفلاح يقبل عليه، لأنه مثل ما شاهدنا ثم فائدة للفلاح خاصة من حيث ربط الصلة بالهياكل الفلاحية وبهياكل التمويل وبمختلف كذلك المؤسسات اللي متدخلة في القطاع الفلاحي، واللي حسب ما حكينا مع بعضهم يوفروا عدة امتيازات وعدة تسهيلات للفلاح باش يقتني المعدات الفلاحية وباش زادة يحسن من المنتوجية والمردودية. وإن شاء الله كل عام وفلاحتنا بألف خير. أكيد أنه اليوم نحيي اليوم الوطني أو العيد الوطني للفلاحة، نتمنى أنه فلاحتنا وفلاحتنا ديما في خير، ونعود لك من جديد إناس. شكرا لك أحسن، يعطيك صحة مشكور. قديش نفرح اليوم وأنه على موجودين هالمؤتمرات هذه والملتقيات هذه، وموجودين إن شاء الله باش نجموا ندرسوا أهم الوضع الراهن اليوم ونشوف حلول مشتركة وبوادر إصلاح وبوادر استراتيجية. احنا هوني مع سي فوزي زياني الحقيقة أسبوعيا كان نجم نقول ونطرح في إشكالات ذات علاقة بالمجال الفلاحي. صباح الفل والورد والياسمين سي فوزي، مرحبا بك، ونستسمحك نعملوا تنقيزة فقط لصابرين نشوفوا دبرتنا في مرحلة موالية ونرجع. تفضل إناس، باش نوري للمشاهدين متاعنا الطريقة متاع البريك، باش نحطه في وسط الفاخس للبطاطا رغم اللي هي باش تكون بريكة بالعظمة. باهي لهنا عندي حطيت جبن مثلثات راه باش يبنن برشا، ومع حطيت شوية معدنوس كيما قاعدين تشوفوا. توا باش نحطوا له البطاطا اللي صمتناها، حطيت على البطاطا شوية ملح وشوية فلفل أكحل، وباش نخلطوهم مع بعضهم مليح، وتنوريكم كيفاش باش نعملوا البريكة. بالنسبة للعظمة، إذا العظم كان الحجم متاعو كبير نقصه شوية في الأبيض دونك كيما هكا، هاكا تخلط كل شيء مع بعضه. وتوا باش ناخذوا الملصوقه نتاعنا، قلنا ماذا بينا تكون ملصوقه ديري. انا نحبذ انه نحطوا كعبتين مع بعضهم، تتفهموني لحظه بركة. ناخذوا ورقتين لاصقين في بعضهم بهذايا، ناخذوا الكعبه اللي لابس عليها اكثر هكايا، نحطوا الاخرى فوقها. نجيو توا ناخذوا البطاطا والجبن هذوك اللي حضرناهم ونحطوهم على جنب من هنا، ومن بعد باش نخليه شويه كبار يبنن زيد البريكه. وعندنا لهنا التون كيف كيف، باش نحطوه من الجهه هذه. ومن بعد كي الزيت نبداو مطمئنين اللي هو سخن سي بون، العظمه باش نحطوها في الوسط لهنا ونسكروا عليها ونقليوها. اكيد انا توا جوست وريتكم الطريقه اللي نحطوا فيها العظمه من الوسط، وكيك نبعدوا على انها تخرج لنا على الجناب، وهي واحنا في مرحله انه نحطوها في المقله. والفخس هذاك جربوها انكم تحطوا البطاطا مع الجبن كما قلت لكم والمعدنوس، نجموا نزيدوا شويه بصل، تجي حاجه بنينه برشا. انا توا باش نكمل نحضرهم كلهم كيما هكا، ومن بعد نبدا نحضر كعبات العظام في وسطهم ونقليهم. الكسكسي نتاعنا قاعد يفور، المرقه نتاعو حاطين لها الخضره، ومقعد كان نشوفوا مع بعضنا بعد الشكل النهائي لاطباقنا. شكرا لك شيف، ان شاء الله عسى انه يكون الكسكسي نتاعنا فطورنا بالديري يعني بالحبيبات نتاعنا التونسيه بالبذور نتاعنا يا شيف. هوني باش نستكمل الحوار في جزء اخر من زاويه اخرى، مره اخرى على هامش ذكرى الجلاء الزراعي. رحب بك مره اخرى سي فوزي، نورتنا مره اخرى، وان شاء الله نقولوا عيد مبروك نستبشر، لانه عيد بالحق. كنا نسمعوا مع دكتور الازهر الغربي، واحد من مقومات السياده الوطنيه
الوطنية اليوم هو الجلاء الزراعي. شكرا على الدعوة وتحية لكل المشاهدين ولكل الفلاحين الفلاحات البحارة العمل الفلاحيين العاملات الكل في تونس. احنا نقولوا ان شاء الله المستقبل يكون افضل. نشوفوا دائما حتى في الحوارات اللي كنت تعدي فيها فما بشائر امل، فما ناس تحب تخدم في تونس، تحب تواصل في العمل اللي نتاعها. اش ناقص؟ ناقص نأطروهم، ناقص نرافقوهم. انت بجانبك السنابل هذية اللي هي اكيد تصورت في جديدة ومن معناه هذايا معناه عربون وعنوان الامكانية، ممكن عروان الممكن في تونس. هذايا عم ناول الاكتار جاب 7300 من زريعة المساكني، زريعة محلية، وجاب 320 بالة تبن اللي هي رقم قياسي في البعلي، يجم يعطيك حتى ال 3 طرانت و 300. المعدل في تونس ترناتا ترناتا و 100. ايش نحبوا اكثر من هكا؟ ايش نحبوا اكثر من هكا؟ وقت اللي نشوف انا البرنامج اللي قدموا سي اللي مرتبط، احنا راهو في تونس ما نجموا نحكيوا حتى شيء الا ما ناكلوا الا ما نشبعوا. يعني الانسان ياكل وبعد يلبس، هذاك هي الحقيقه. تحكيوا على الاكتفاء الذاتي. بالطبيعه السياده الناس كل الاكتفاء الذاتي جزء من السياده الغذائيه والامن الغذائي. واحنا شنو اليوم شنو معناها اللي كنت نسمع فيكم انتم شنو؟ قلتوا ممكن. السي مبارك يقول لك ممكن. 15 مليون دينار، تعرف هذو شنو؟ هذوما ما لا يمثلون ذره من ميزانيه وزاره الفلاحه اللي ماشيه للماء. صحيح. ذره. دونك اليوم شنو اللي ينقصنا؟ واحنا دخلنا طول في الموضوع نتاعنا اليوم سي فوزي، اليوم شنو ينقص نحو انه تكون عندنا معالم واضحه، رؤيه واضحه، البوصله نتاعنا الى اين؟ يعني كي راهو ناس استماتت دفعت الغالي والنفيس باش يكون عندنا الجلاء الترابي يليه الجلاء الزراعي، اليوم شعملنا احنا على امتداد عقود؟ بالفعل هو بالحقيقه معناها الجلاء كلمه معبره جدا. وقت اللي خرجوا لك معمرين كانوا عندهم احسن الاراضي التونسيه، أول سؤال هل أن الأراضي هذه ما زالت تنتج نفس الإنتاج والكمية والنوعية؟ سؤال يطرح نفسه. كميا ونوعيا. نوعيا وكميا، الإجابة غالبا سلبية باش ما ندخلوش في الواحد، هذه الحقيقة. من أحسن الأراضي معناه. أي علاش؟ علاش؟ على خاطر حوكمتها إدارتها خاصة بعد الثورة يعني سيئة، ما كانتش هي حتى قبل الثورة راهي كانت سيئة، لأن أعطت أراضي بالمحاباة إلى غير ذلك. وقت تجي ثورة إيش تعمل هي؟ تحسن من الوضعية العامة للبلاد، تنصف من ظلم. هل إحنا مشينا في التمشي هذا؟ الإجابة مشينا شوط صغير، لكن على مستوى الأرض وخدمتها والإنتاج وباش نغطيه والنقص اللي عندنا ما فماش. منحب نلاحظ وتكلمنا فيه عمناول في الحصة هذه، راهو القوانين في جوان 2022 تسمح الآن بعودة الأجانب للعمل في الأراضي واكتراها لمدة حتى 100 سنة. الآن 100% يجم يدخل أجنبي ويشتغل. نقطة استفهام كبيرة، وهي نقطة استفهام إذا كان احنا نحكيه أنه معناها في الظرفية اللي كان يحكينا عليها الدكتور، معناها كان الهدف كل الهدف أنه نسترجع الأراضي هذه. وانت تو تجم تكري الأراضي الدولية، اليوم التفريط فيها أراضي الدولية يطرح نقاط استفهام. أراضي الدولية نجمو نكريها للأجانب راهو، وثم انت كي تكريها للأجنبي ما تجمش تحكم عليه تقول له عمل لي قمح ولا شعير. ثم احنا هل أنصفنا التونسي الفلاح؟ نقول له عندك التسهيلات ونعينوك قبل ما نمشيو للاجنبي، يقول لك او عندهم الفلوس التمويلات. لا سامحني، مش صحيح. انت يلزم على نفس القدم المساواه تعامل الاجنبي والتونسي، بل بالعكس افضليه للتونسي. هو المفروض انك التفويق والافضليه للتونسي. انت سالتني شويه سي فوزي لو تسمح، على تجربه التعاضديات والتعاونيات اليوم، هل اثبتت جدواها؟ هل لابد ان نرجعوها؟ هل الحل يبدا من هنا اذا كان نروم الاصلاح؟ دونك من بين المواضيع اللي تطرح زيدا وهو كذلك، هذيك هو انت سؤالك هو الاجابه. احنا في تونس حتى تجربه التعاضد 69 ما مشيتش كما يجب، بل بالعكس صارت فيها حتى عوائق. هي الان تطرح نفسها فكره التعاونيات والتعاضديات اكثر من اي وقت مضى لعده اسباب حتى تقنيه. انت لما تجمع الناس مع بعضهم حتى تكلفه الانتاج تنقص. ابسط شيء الرؤية، التوجه، المهندس يخدم للناس الكل، نمشيو في نفس التمشي، أنت تزرع هذية نزرعوا، معناها الكل هذية الأساس نتاع النهضة نتاعنا الفلاحية اللي مش يقوموا بها في السنوات القادمة. وإحنا اليوم إن شاء الله هذا اليوم الممطر اللي عرفته تونس باهية، ساعة الأمطار هذه باهية في وقتها جاي؟ طبعا ديما باهية، الأمطار باهية، ديما فوزي ديما يقول باهية، ديما باهية، ولو أنه قطاع الحبوب صحيح ما تشملوش هكا ولا؟ مي
ناي فما حاجات اخرى تقعد باهيه باهي. انا علاش حبيت نتوقف شويه عند هذيا؟ لانه في جزء ثاني معاك سي فوزي اليوم الحديث في جزء كبير منه حول التغيرات المناخيه اللي تشهدها بلادنا كيف ما برشا بلدان من العالم. شنو تاثيراتها؟ شنو تداعياتها على الفلاحه نتاعنا؟ وكيفاش احنا يلزمنا نواجه ونجيبها؟ وهل عندنا مره اخرى عندنا خطه لمجابهه والتاقلم مع التغيرات هذه؟ صحيح التاقلم. فما سمعت واحد ممثل منظمة كبيرة يقول نتصداو للتغيرات المناخية. أي. شيء يحشم الحقيقة. أي. أنه نتكلموا على التصدي. أي. تصدي كما لو أنه بيدينا. أي. هي كأنه بيدينا. احنا نرافقوا نتبعوا ثبت معلوماتك وأنا على الأقل نعطيه معلومات للناس. احنا كيفاش نتعاملوا ونتأقلم مع ما هو موجود والقدرة الذاتية نتاعنا في تونس أن عندنا الكفاءات. كيف نفعل هذا الفكر هذا؟ الفكر التعاوني والفكر الإصلاحي انطلاقا من التغيرات المناخية والتغيرات الجيوسياسية اللي مر بها العالم. كيفاش نحولوها على الأرضية لزراعات استراتيجية كما القمح والشعير ونستغني على بعض الأشياء الأخرى؟ شي يلزمها أول حاجة الجرأة. خلينا من الإرادة السياسية ما هوش الموضة. جرأة نتاع ناس يقعدوا على طاولة. وإحنا حكينا في التلفزة الوطنية مدة شهرين وقلنا لابد من تكوين خلية أزمة خاصة للمياه. أي. اللي هي تعنى بالموضوع هذا لحد الآن ما قالوا الناس خلية الأزمة مؤخرا يظهر فما خلية الأزمة هذه لكن... بمجلس الأمن القومي في مجلس الوزاري في المجلس الوزاري أعلن على أهمية أن يكون عنا وهو كذلك. لكن احنا ما قالوا الناس ممن تتكون مدى قداش مش تعيش إلى غير ذلك. ثم احنا نحبوا معناها قلنا معناها حتى الإعلام يكون عنده صوت فيها. صحيح. وثم حاجة أخرى بربي نقولها للمرة الألف، را وقت اللي تتكون خلايا أزمات أو لجنة يقظة راه تسهل العمل على الحكومة. يا ناس افهموا، راه تسهل عليكم الحكومة. علاش؟ لأنك تاخذ قرار تقول ماشي نحي وبالزراعة الفلانية ونمشيو في الفلانية، راهو تقبلها ومقبوليتها من عند المواطن التونسي تكون اسهل. دونك احنا نحبوا نسهلوا عليكم جوستومون. والاسلاحي نجم يبدا من فما عمليه يلزم الخليه هذه، فما حاجه يلزمها تتقال. انا سمعت برشا انت ما تذكر على ما يسمى بال لجنة معناها الطوارئ المائية. أنا نقول أكثر من هكا، سامحوني، راهي الطوارئ الفلاحية لابد من إعلان الطوارئ الفلاحية، ما نخافوش. صحيح كي نعلنوا الطوارئ الفلاحية مش يولي تعويضات الفلاح. ما يهمش، يجى الفلاح قل له عندك تعويض، وإذا كان ما عنديش تو مش مشكل. أما الإعلان الطوارئ الفلاحية لأن المنظومة الكل برمتها يلزمها تتغير. أي. يلزمها فيها رؤية جديدة، ما نحشموش من الكلمات. رؤية يخلق رؤية. أي. جديدة إصلاحية. بالضبط، إصلاحية. هي إصلاح زراعي شامل. قل لي سي فوزي، خلينا نركز على حاجه احنا ديما نحكيوا عليها ولكن يوم ما نجموش في ذكرى الجلاء ما نعاودوش نتطرقوا. نستبشر بالمياه والامطار، ساعة المياه هذه كافيه بنسبه امتلاء السدود؟ كنا مع خموده في القصرين تقول لنا نسبه 72 تقريبا بالمياه. تنجم تنقذ الموسم الزراعي؟ لا شوف، 72 انا ما معناها انا نقول مستحيل بالسدود التونسيه اللي فيها تو 30% تولي 72 اليوم. 72% اليوم صباحا؟ لا اعتقد برك شي سد واحد. اي سد واحد. اي سد تمام، مش السدود الكل. لا خذينا مثال سد واحد اللي كان بنسبه امتلاء منذ شهرين 0%. هذا مدخل حبيت باش نسالك اليوم كيفاش نجم نواجه شح المياه، ندره المياه؟ اليوم اقتصادنا القائم على الفلاحه وفي جزء منه سقوي. بالضبط. كيفاش نجم سي فوزي يعني حلول؟ هات نمشيو في الحلول مره اخرى حتى من باب التذكير. ذكر هات نذكر قلناها لعل الذكرى تنفع خمسه سته مرات، وحتى وزير الفلاحه اخيرا سمعته في حوار ذكر المياه المستعمله المعالجه. خلينا نعاودوها برشا مرات، هذه قادره باش توفر لنا 25% من احتياجاتنا في الفلاحه. شوف 25%، اش قال الوزير؟ قال احنا الان ما نستعملوش حتى 6%. سيدي الوزير اللي قلته اعمله تو تشوف فيش تتحسن، خاطر هذيك مش نخلقوا بها مواطن معناها مناطق سقويه ومش تمشي لزراعه الاعلاف والزيتين الى غير ذلك وتوفر لنا برشا من التوريد اللي قاعد ينخف الاقتصاد. هذه نقطه هامه جدا. لابد قبل حتى المياه المستعمله نمشيو للصيانه. راهي 32% وزاره الفلاحه تقول لك الماء ضايع. كيفاش نضيعوا في 32% من امكانياتنا يا رسول الله؟ ما يصيرش، راهو يلزم الصيانه الدوريه هذايا معناه المسموح به. هو انا مشينا في خطه وانه نقصوا الماء في فترات معينه ويبدو وانه هذا هو الاتجاه اللي ماشي فيه السونيل على الاقل. الماء نتاع السدود راهو يجي من الامطار، عندكش سياسه نتاع امطار وما عندكش تعمل صيانه للشبكه. راهو
الابار الجوفيه حتى اللي هي معناها محفره بطريقه غير شرعيه وصحيح هذا ويلزم الخزانات ايضا هي راهي ماشي تغذي لك في السدود وبالتالي راهو حتى التمشي اللي قاعد ماشي وفما برشا عباد في جهات قاعدين من تلقاء نفسهم يدوروا ويقولوا يلزم نعاقبه راهو ماهوش هذاك مش يعبي لك السدود سيدي الكريم رد بالك اش قاعد تعمل العقاب واللي اخرج على القانون هكا متفقين لكني انت كي تجي واحد تو عنده الصابه قريب تحضر ويسقي بمياه متملحه شويه ويلزمها المعالجه الى غير ذلك وتقول له مش نقص عليك تدنكو راك مش تخلق جو من معناها مش باهي وبالتالي احنا رجعنا للمياه المستعمله الصيانه وما ادراك فما بحيرات جبليه يلزمها تصير سدود صغيره ما قاش في حاجه لسدود كبيره راهو في تونس وثم المعالجه المعالجه فيها صنفين فما المعالجه اللي حكيت عليها حتى رئيسه الحكومه في اخر يذولي طبعا لانه مياه وزاري في علاقه بالمياه الوسط والجنوب اغلبها الجوفيه مياه مالحه شويه احنا عندنا في تونس ثروه المهندسين نتاعنا المدرسة الوطنية المهندسين موجودة في تونس في قابس في صفاقس هذوما قادرين باش يمشيوا في السياسة هذه نعينوهم خليهم يوفرون الآلات للمعالجة ومياه البحر ينجم يكون المجال اليوم لطرح الإشكاليات مرة أخرى على الطاولة ينجم يكون اليوم نواجه مشاكلنا ونمشيوا خطوة جريئة في اتجاه الخطوات هذه أولا يلزمنا نختم معك بهذا شنو ينقصنا اليوم بالحق يعني ديما نحكيه ويعجبك فينا الكل نعرف الحلول نعرف بوادر الحلول كل شيء معروف تنطلق. كل شيء معروف فما تحيين شوية احنا قبل كل شيء من باب الدعاء قال لازم نتفقوا على الطاولة احنا الطاولة هذول تو متفقنا عليها في تونس يندرى دائرية مستطيلة مربعة هات نتفق على الطاولة ومن يجلس حول الطاولة وانا نقول من يجلس حول الطاولة يلزم كاين كفاءات لانه كفانا من الرداءة كفانا من كل واحد ما فماش تنسيق راهو تو مع الاسف الشديد وان شاء الله الوزير هذايا فلاحة ياخذ العبارات هذه والافكار هذه محمل جد راهو حتى التنسيق داخل وزارة الفلاحة راهو غائب احيانا هل يعقل احنا مازال عندنا في وزارة الفلاحة ثلاثة ولا أربع إدارات لا معناها يخدموا على الماء إدارة المناطق السقوية إدارة الهندسة الريفية إدارة الموارد المائية مش معقول احيانا كل واحد عنده سياسه وبرامج وثم راهي فلوس برشا ماشيه للماء في تونس في وزاره الفلاحه يلزمها تكون حوكمتها اوترمون لانه معناه نجموا انا دائما نقول وديما نخطبوا بهذا راهو عندنا من الموارد الذاتيه البشريه والامكانيه راهو لا ناخذوا قروض لا نعملوا حتى شيء نعاودوا نحركوا يا سيدي المرميطه شويه بحذنا صابرين نحركوا المرميطه شويه باش ما تشدش وتو تجي الماكله باهيه وكيف كي نحركوا احنا سياستنا ونخليوا الكفاءات بدون اي اتجاهات ونقول اخر كلمه بربي الناس الكل نقصوا شويه شعبويه واللي ما يفهمش في حاجه من المستحسن يسكت صحيح. على خاطر معناه قاعدين نقولوا ونضيعوا في الناس ناخذوا اراء الخبراء خلي الخبراء عندك معروفين ما شاء الله تونس تعج بالخبراء المجال. ومعروفين ومشهود لهم يزيوا بالشعبويه والمزايدات الفارغه راهي ما توصل حتى شيء صحيح واحنا لهنا نفخر الحقيقه خلينا مره نثمنوا شويه مجهودنا نفخر وان المدخلين الكل اليوم على الاقل كذلك. في العدد هذايا في احتفاء التلفزه الوطنيه بعيد الجلاء الزراعي من خيره الخبراء اللي عندنا في تونس نشكرك سي فوزي نورتنا بالحضور يعطيك الف صحه باستدعاك نمشي ونرجعوا للجديده ولكن مع مربي ابقار وفي الاثناء السوق خبر مؤكد مفيد وأنه واد القصيبة جد اليان نقولوا احنا معناها فما فاض الواد هذايا وبمقتضى تم جرف امرأة في عقدها الخامس جاري البحث عليها حاليا من طرف الحماية المدنية ان شاء الله تكون سلمة ان شاء الله تكون لباس ان شاء الله يعثروا عليها ومن هون ان شاء الله لوقت انتهاء البرنامج ان شاء الله تجينا اخبار وبشائر طيبة وبلكش نرجعوا نادية الارتيبي في الأثناء نمشي للجديدة وهذه شهادة أخرى لفلاح تتواصل مواكبتنا بالطبيعة الخارجية في إطار الاحتفاء بذكرى عيد الجلاء الزراعي اليوم 12 ماي 2023 واللي تم به الاحتفال كل 12 ماي من كل سنة واللي الذكرى تتواصل مواكبتنا في نسمة الصباح في إطار الاحتفاء بذكرى عيد الجلاء الزراعي اليوم 12 ماي 2023 احنا تحولنا على عين المكان مع فلاح في اختصاص الأبقار وأيضا إنتاج الحليب في الجديدة باش ناخذوا أكثر تفاصيل معه مع سيد رياض العويني بن سيسي هكا وإلى ليه مرحبا سي رياض وبيك عايشك مرحبا بكم في منطقة الجديدة أنا فلاح ومربي خيول وأغنام من صغرتي وانا نعيش في الفلاحه والابقار والغنم وميدان الفروسيه حبيت ان نوصل صوتي وانا احكي معناتها على موضوع الفلاحه عندنا تويكا برنامج الابقار
مشاكل في الماكلة السنة خاصة، ما فماش أمطار، ناقص أمطار برشا. نحب نقول معناتها الشعير راهو غلاء برشا، نحب شوية دعم الدولة من الشعير والأعلاف والقرط والتبن غلاء برشا. لكن خلينا نبداو قبل السرياض، وكان يسمح زميلنا احمد هكا يورينا شويه، نشوفوا الصوره الحيه، نشوفوا الابقار هوني في الاستبلم تاع السرياض. يعني قديش كان عندك قبل، قديش وتوا قديش من بقره بتبيع؟ كانوا عندنا 12 بقره ماشيين وينقصوا، عندنا 10 عجول ماشيين ينقصوا لاسباب الغلاء تاع الاعلاف والسنه خاصه القرط والتبن والشعير السنه، معناتها كل عام ماشي ينقص مشروع البقره هذايا، والحليب ما يغلاش السم نتاعه، قاعد ديما هذيك هي 1300 1350. نحبوا الحليب يغلى سومه والعلفه تنقص شويه، مشاكل الاعلاف. قعدوا عندك كاين سته فقط؟ سته هي. كانوا 12 بقره و10 جو. الاخرين قلت لي ماشيين ينقصوا لاسباب غلاء الاعلاف والماكله نتاع الابقار. غليت برشا. الطريق انك انت تبيع باش نجم تغطي حاجياتك من المصاريف سيريا. مش كان الفلاح الكل كيف، الفلاح الكل كيف كيف، معناتها ما مش واحد فرض واحد صن، الناس كل كيف كيف. به تقريبا البقره قديش تنتج من ايتر حليب تقريبا يوميا؟ في يوميا حسب العام الباهي والماكله الباهيه، توك ما عادش فما ماكله باهيه، من بين 20 لتر ل 40 لتر. هذا عدد الحليب. عندك زيادة أيضا علالش، هيت نحكيو في أغنام. عندنا أغنام وعندنا علالش، عندنا مشاكل في ديما في الأعلاف، الأعلاف أغنام عربي. عربي. مشاكل ديما في الأعلاف، السنة العام كاسعة على الآخر معناتها فماش أمطار، يعني الفلاح الكل بصفة عامة كلهم يعلفوا، كلهم يشرو في الشعير، يشرو في الطبوات. وغالي برشا. يعني من علوش نجم نقولوا قداش من الانواع الاخرين اللي عندك نتاع اللي تربي فيهم قاع؟ عندنا اغنام راس اغنام 200 نعجه واولادهم 160. 160 علوش. 160 علوش. محافظ على العدد، ما وصلتش انك معناتها بعت منهم كيما نفس الاشكاليه؟ بعنا منهم السنه، بعنا منهم باش نعلفوا باش نوصلوا العلوش للعيد، بعنا منهم معناتها. بعنا منهم اقل شيء 50 علوش باش وصلناهم باش نوصلهم للعيد بالاضاحي. بعنا منهم معناتها عام كاسع على الاخر ماهوش. احنا ان شاء الله ما نحبوش عام كاسع على الاخر. كيفاش معناتها تتصور انت باش تكون الاسعار، خاطر فما برشا تساؤلات وبرشا ونسمعوا حديث يقولوا فما برشا غلاء باش يكون على مستوى العلوش، كيلو العلوش، وعلى مستوى بيع عن العلوش. برشا ناس حتى توصل للاسف تقول انا مشني باش نضحي. انت تتوقع كيفاش باش تكون الاسعار خاصه بالنسبه لك انت كفلاح؟ بالنسبه لك كفلاح، بالنسبه للاسعار موجود الاسعار الكل، خاطر فما اللي يلزمه باش يبيع باش ينجم ينمي القطيع نتاعه ويعيش القطيع نتاعه القليل ما ليس كثير، مش الناس الكل معناتها باش نحافظوا على نفس العدد، الاسهم الكل موجوده. قديش تقريبا تتوقع؟ فما من 500 للمليون و300، فما حتى المليون ونص، معناتها اسوام حسب امكانيات الفلاحين، فما ناس صارفه معناتها من مكتوبه، فما ناس مش مشكل يقول لك انا اعطيني نرجع شويه، ما مش لازم نبيع بالسوم الغالي. بالنسبه لل ارتفاع برشا على مستوى السنه الفارطه؟ ارتفاع نسبي والا كيف؟ فما ارتفاع نسبي، فما ارتفاع قوي تسمع، خاطر الفلاحه صار فيه كان باش يلقى معناتها السوم فيه طلب باش يبيع، كان ما فماش السوم فيه طلب معناتها مش باش يبقى يتشدد في الاسعار حسب طلبات السوق. انت كفلاح اليوم شنو تطلب مثال من وزاره الفلاحه؟ شنو مطالبكم؟ شنو هكا شنو يا ريت مطالب انه نعرفوا؟ يا ريت معناتها حاجات انتم تحبوها تتجسد على ارض الواقع. بالنسبه لي انا كان باش تحكي على موضوع الابقار، كان باش تزرع الحشيش، فما الابار نقصت الماء برشا، كان باش نحكوا على الاعلاف يلزم الدوله تجيب لنا الشعير هذا يوصل ل 200 دينار في بلاصتها وما فماش، يلزم معناتها الدوله هي اللي تعاوننا، يعني مش البقره تعطيها 100 جرام ولا النعجه 50 جرام، يعني النعجه البقره لازم تاكل 5 كيلو شعير، الدوله لازم تعرف اللي البقره لازم تاكل 5 كيلو شعير في النهار على الاقل معناتها. إذا كان ما فماش حشيش وما فماش ماء وفما الشعير غالي برشا والقرط غالي برشا، يعني لازم الدولة تتلفت لنا تعمل لنا نظرة شنو لازم الفلاح، وكيفاش باش تعرف هي الدولة؟ لازم يخرجوا المسؤولين الكبار، لازم يخرجوا يسألوا الفلاحة. أكيد معك يعني ناس قاعد فلاحين فلاحة آخرين اللي قاعدين يشتغلوا معك هكا وإلا ليش؟ نعرف الفلاحة الكل نفس الكل نفس
نفس النمط نفس التعب الناس كلها، ما همش بشي واحد فرد واحد سنة، الناس كل كيف كيف، الناس كل تعبة، الناس كل تخدم، معناتها في موضوع البقر هذاك هوش عطاهم ربي، معناتها ما همش بشي يولوا متوظفين ولا يولوا طب. ما فهمتني سي رياضي، احنا قلت اللي اكيد الشغل انت معاك ناس اخرين، واللي اكيد انت تواجه صعوبات مثل على مستوى انك خلاصهم والا كيفاش، والا بالنسبة لك انت؟ بالنسبة لي انا ما فهمش ارباح كبيرة برشا في البقر، ما فهمش باش تخدم معاك خدامة، ما فهمش ارباح كبيرة، معناتها تخدم وحدك وحدي، يلزمني وحدي، معناتها باللي باش تعمل خدامة شوية مش برشا، معناتها مش كل يوم ايامات وبر مالا برشا تعب سيريال. اي اي سيريال نقول لك احنا كل التوفيق والكل، ونتمنى لك النجاح، اذا وما عادش نحبوك احنا هكا تسلم هكا في الاغنام نتاعك وفي الابقار هكا، ولا ليه سي رياض؟ لا لا قلت ربي ان شاء الله ربي يعاوننا وربي يعطينا لغايه النافع، ربي يعطينا لغايه النافع. شكرا ليك سي رياض. ذكر سي رياض العويني سي رياض العويني فلاح من الجديدة كان معنا بطبيعة في إطار مواكبتنا لذكرى عيد الجلاء الزراعي، باش نخليكم مع هذه الصور والفلاح اللي كان معنا من الجديدة، وأكيد فما برشا فلاحين إن شاء الله تكون لنا معهم مواكبات أخرى إن شاء الله. شكرا حنان يعطيك الصحة. اليوم بالحق يعني نخوة كبيرة ونحن نحتفي بالعيد هذايا، عيد الفلاحة أو ذكرى الجلاء الزراعي اللي هو في جزء كبير منه عماد الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي ينطلق من هوني. تتعدد الرؤى ولكن الكلها تقعد كان ناخذوها الكلها وتكون المنبع نتاعها هو حبنا للأرض الطيبة هذايا والخيرات بلادنا، إن شاء الله يكون غدوة خير بإذن الله. دونك هذا كان مواكبتنا للتاريخ هذايا بكل الرمزيه نتاعو وكل دلالته. مواصلين استقبال الضيوف نتاعنا، بعد شويه يجي بحثينا سي لطفي ريحي عن منظمه ارشاد المستهلك، نفتح ملف مهم ايضا في علاقه التوانسه بالمساحات الخاصه بعد النغم هذايا. نرجعوني للبلاتو، نفتح ملف من نوع آخر في علاقة ديما بما يجب أن نعرفه من حقوق للمستهلك، وهنا ديما في حضور سي لطفي الرياحي. مشكور سي لطفي أنك بحثينا وعلى هالالتزام هذي الأسبوعي معنا. شكرا. كل شكر لكم، تحية لكم والفريق العامل معك، تبارك الله الريحة قاعدة نشموا فيها فايحة. فريق خيرات بلادنا خيرات بلادنا على هامش ذكرى الجلاء الزراعي يا سي لطفي. والف مبروك لتونس. شكرا ليك. دونك احنا على يميني هاو السنابل، بارك الله هالقمح المزيان هذايا، هالسنابل الملقى، اي سنابل الملقى هذايا، وريحه الكسكسي الديري الحبات هذايا. دونك اليوم فطورنا تونسي 100% مع اجواء شتويه خالصه سي لطفي، مع الطيره مع الغيث النافع، ان شاء الله يعم على تونس الكل، ان شاء الله تونس ديما بالف خير. ان شاء الله ان شاء الله تونس بخير باذن الله، وغدوه خير ان شاء الله، وتونس ديما منتصره. ملف اخر ما نجموش ما نحكيوش، وقد ما نحكيو فيه وشويه عسى انه ايضا نوصلوا الحلول في علاقه بالمساحات الخاصه، رغم عنا تشريعات، رغم عنا قانون سي لطفي، رغم عنا تشريعات، رغم عنا قانون، رغم اللي مشكوره محكمه المحاسبات عملت تقرير فيه معناتها الجوانب الكل، وهنا نقعدوا نقطه استفهام، التقرير هذا وين وصل؟ علاش ما خذيناش بعديد الاقتراحات ولا عديد الاشكاليات اللي موجوده في التقرير هذا اللي ترتقي الى اشكاليات كبيره، باش ما نقولوش كلام اخر. نبداو اهمها خاطر ما نجموش التقرير كامل باش نجيبوا عليه الكل، اهم نشوفوا في محور شفافيه المعاملات، باش نقرا لكم بعد اذنك ما كتب في التقرير اللي عدم اللي التقرير جاء في عديد المجالات، لكن تمثلت أساسا في عدم إشهار الأسعار، وهذا نعرفوه في مساحات الخاصة، وتعريفات المواد والخدمات بفضاءات المساحة، وفاتورة مبالغ إضافية دون وجه قانوني، فضلا على الفوترة المشتة للمرضى الأجانب بالمقارنة مع المرضى التونسيين، وتوظيف حتى المرضى التونسيين لهنا حتى نشوفوا رقم صادم، رغم توظيف هوامش ربح مشتة بالنسبة لبعض المستلزمات الطبية التي بلغت أحيانا 300%. 300% كما تم ترفيع الأسعار بعض الأودية الممسوكة من طرف بعض المساحات من خلال توظيف هوامش ربح غير قانونية تراوحت ما بين 26 و 160% عوضا على 10% المنصوص عليه بكرس الشروط. من 10% نجم نوصل 3%، معناتها تنجم تقول هذه من الحاجات اللي المستهلك يدفعها
فهمتي دون وجه حق يدفعها من دمه. من دمه ورانا نحكيو على مستهلك هنا مريض، يعني انهكه المرض مرض. والا جاي بعد حادث ولا بعد ازمه صحيه يلقى روحه عنده ازمه ماليه تخلقها نوع الممارسات هذه. بيعطيك الف صحه. وهنا ما نحكيوش على الممارسه الاولانيه ونعرفوها الناس الكل، حط شيك مصحح وبعد تنقول لك قداش، فهمتني؟ هل قانوني في لوتسيا؟ هل قانوني اني نتلقى خدمه مهما كانت ولو كانت صحيه وما نعرفش مقابلها الا بعد انتهاء، يعني نجم معناها نصدم انا بالشيفر اللي باش يتحقق؟ لا ومش قانوني عدم الاغاثه. انت هنا انسان مريض باش تسعفه، فهمتني؟ تطلب شيك ابيض مصحح، فهمتني؟ خيانة على بياض، شيك تحط بعد فيه شي حب. وهنا عديد الإشكاليات باش نشوفوا زادة فقرة اللي نعتبرها أنا كارثية بكل ما في الكلمة من معنى. اتضح أنه أكثر من 95% من مراكز تصفية الدم الخاصة تتجاوز طاقة إشغالها نسبة 200% خلال الفترة بين 2014 و2019. وقد أدت هذه الوضعية إلى تولي بعض المراكز إجراء حصة تصفية يومية ثالثة دون على حصول على تراخيص مستوجبة اللي يقول عليها الفصل 5، معناتها زاد حصة أخرى بخذ الوقت نتاع زوز حصص اللي قبلها، بالرغم من عدم مطابقة محلات البعض منها الشروط حفظ الصحة وعدم احترامها عدد الساعات المستوجب للتصفية لكل مريض محدد بأربع ساعات. المريض يستحق أربع ساعات، نقصوا له من الفترة باش نعملوا فترة أخرى ثلاثة فترات يوليو باش. وهذا دونك هنا منطق الحساب، منطق الفلوس، منطق الفلوس، هذاك اش حبيت أكثر منه منطقة اللي هو احنا نقولوا الميديسين سي تم ميتي نوبل. بالضبط. وهنا مهنة نبيلة وهنا من أنبل يعطيك الصحة. دونك لا حسيب ولا رقيب سي لطفي، لا حسيب حسب تقرير دائرة المحاسبات. هنا الإشكاليات كبيرة، فضاعات نجم نقولوا عليها. وهنا ما مآل هالتقرير هذا القيم اللي كل الشكر للسادة القضاة اللي صهروا عليه تيلة فترة كاملة. مش هو برك نعطيك، مش في جانب المساحات نعطيك، حتى في الصندوق الخاص نتاع الدولة الفلوس كيفاش مشيت تعطات لناس ولا لذوات معنوية ولا للجمعيات دون وجه حق. وأكد التقرير عليها اللي دون وجه حق، مع العلم كونه الصندوق الخاص ما فيهوش، ما يدخلش في الميزانية، معناتها تعطاه فلوس السيد رئيس الحكومة يعطي الإذن بصرف مبلغ معين لجمعية معينة دون وجه حق. هنا اليوم نثمن احنا وجود التقرير على بالطبع. أهمية ما جاء فيه من فصول ومن مراقبة، ولكن أما بعد سي لطفي يعني اليوم نتساءل عن التقرير حاجة باهية، وبعد يعني كيفاش نجم نراقبهم هالممارسات هذه نحس منها نجرم البعض فيها عنده صبغة إجرامية يعني. بالضبط. وهنا على وزير السيد وزير الصحة وعلى النيابة العمومية وعلى كل أي إطار ولا كل أي جهاز رسمي ينجم يدخل في التقرير هذا ياخذ التقرير هذا ويفرك، وكل أي حاجة تقالت فيه نعاود نعملوا رقابة، نعاود نشوفوا وين وصلنا بعد التقرير هذا اللي أكيد راه وصلنا لأكثر من التقرير هذا في ظل السنوات هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها. تحيينها أيضا بتحيين التقرير، مادام المخالفات مادام يقول لك حتى اللي صاحب المخالفة يقول لك التقرير تعمل وعملت دائرة المحاسبات وما عملوا لي حتى شيء، وقاعده ماشي الحكايه هكاك بيزيد يكثر من المخالفات. وهنا راه في غياب الردع، يعني في غياب الردع ما نجموش نحكيو على تقويم سلوكيات ولا ممارسات. احنا هكا كل مره نذكر سي لطفي معاك وهذا دوركم زيدا انتوما كجزء مهم من المجتمع المدني، تكللكم الرقابه وتدافعوا على الحريف، المره هذه حريفكم هو المريض. يعطيك الصحه. وهنا نزيد راه باش نعرج على الفصل عدد 8 نتاع البنك المركزي التونسي اللي ما خذاش صدى لدى البنوك، اللي ما طبقوهوش لحد الان، اللي معناتها يلزم البنك باش تقبل الشكايات من عند الحرفاء نتاعها. دخل حيز التنفيذ قلناها في الحصه اللي فاتت في 20 افريل، لكن لحد الان بعض البنوك ولا جل البنوك اللي ما خذتش تعليمات من عند البنوك، الفروع ما خذتش تعليمات من عند البنوك باش تتقبل الشكايات، وقعد كيما التقرير هذا حبر على ورق قاعدين. التقرير موجود ما تعمل حتى شيء. القانون نتاع المنشور نتاع البنك المركزي ظاهر واضح اللي يلزم البنك باش اشهار مكان يتقدم فيه شكايه والزامه بمد شيكي. عندنا مشكل في المعلومه سي لطفي اليوم، عندنا مشكل في المعلومه ومشكل في تنفيذ القرارات.
ما تنفيذ القرارات انت اي تنفيذ القرارات يبدا وقت اللي يكون عندنا شكايات زايده، وقت اللي يكون المواطن الحريف نتاع المؤسسات الماليه هذه يكون في علمه بما له هو ما عليه حقوق وحدود الحقوق نتاعو في القانون اللي يضبطها ويدافع له عليها. اليوم فما مشكله على مستوى المعلومه ماهيش خالطه ماهيش واصله المعلومه مستوى المعلومه نمشي معاك، لكن مشى المواطن مشى الحريف وقدم شكايه قالوا برمشي البنك السنترال امشي، اما هو عملوا منشور هما يتحملوا مسؤوليته هما ياخذوا الشكايه. نحن ما جاتنا حتى اي تعليمات من عند البنك نتاعنا باش نتقبل الشكايات. عندك اشكال برمشي البنك السنترال، وهنا التناقض الكبير ما بين منشور البنك المركزي اللي ما يتطبقش هو وعديد المناشير الاخرى، كما كانت تفكر في وقت الكوفيد المنشور نتاع الكريديات اللي تاجلت ما طبقتش. دونك هنا نتسائلوا زاد لمصلحه شكون انه ما يطبقش، انه المعلومه ما تتعممش، انه ما يكونش عندنا الوعي هذايا في صفوف الحرفاء والمستهلكين بلغه الجمعيه. كنت ننتظر في حمله وكنت ذكرت هذايا تولي منذ اسبوعين معاك، قلت لك نستنى حمله كامله انه تخدموا ياسر على الجانب هذايا باش توعيوا. ايضا بدينا فيها الحمله وقاعدين باش نتواصلوا فيها حتى تلتزم البنوك بما جاء في المنشور عدد 8. نحن مانيش ساكتين، قاعدين قدمنا بشكوى البنك المركزي وشكوى للسيد وزير الماليه باش توقف هالنزيف هذا اللي قاعد على الاقل يتقبلوا الشكايات، خاطر هما مرتو بيه فوات قبل الشكايات في ظرف 15 يوم يلزم يجاوب الحريف نتاعو ما جاء في الشكايه. وهنا نحن بدينا من الاول بدينا ما خذينا الشكايه، مانيش ناويين لا باش نصلحوا لا باش نقدموا في المجال هذا. ممتاز، انا نقترح عليك مع النسمات الصيفيه ان شاء الله الواعده بعد المطره هذه نحكيوا على برشا معاملات عندها علاقه بالصيف، الكراويت سي لطفي، التجاره عن بعد وغيرها من المسائل اللي قاعدين نعيشوا فيها ولات جزء من الواقع التونسي في الاسبوع القادم ان شاء الله. شعل ذمتك. شكرا لك سي كل الشكر لكم. كل الشكر هو لك انت على تلبيه الدعوه على كل المعطيات هذه. نمشيو النغم، جمعة مباركة على كل من توصل صورتنا وصوتنا داخل الجمهورية التونسية وخارجها. جمعة مباركة للناس اللي تفرج فينا الكل، سعيدة باش نواصل معكم المشوار واللقاء. وكنا احتفينا منذ قليل معكم بذكرى الجلاء الزراعي بكل دلالاتها ورمزيتها. نواصل المشوار باش نفتح منعرج فني ثقافي، ولكن قبل هذه تكون لنا عودة إلى جندوبة حيث موجود زميلنا حسن الكريمي عبر تقنية الستريمينج، وين يلتئم المعرض الإقليمي في الشمال الغربي في مجال الفلاحة. اليوم مرة أخرى نتوقف عند أهمية أنه يكونوا عنا متدخلين في مثل المؤتمر هذية، وخاصة أهم المخرجات اللي نجم نخرج بها من الملتقى. أحسن عندك الكلمة مرة أخرى تفضل. شكرا، تحية متجددة من مدينة جندوبة اللي تحتضن فعاليات المعرض الإقليمي للشمال الغربي في القطاع الفلاحي. معرض كيف ما ذكرت منذ قليل يشاركوا فيه عدة أطراف، ثم هيكل التمويل، ثم كذلك الهياكل الفلاحية من اتحادات من منظمات فلاحية، كذلك يشاركوا فيها عارضين خاصة بالنسبة للميكنة الفلاحية لنعرف أهميتها في العمل الفلاحي. على كل باش نتحدث اكثر على هذا المعرض مباشره مع سي لطفي الخليفي منظم هذه الدوره. سي لطفي، دوره اولى من المعرض الفلاحي للشمال الغربي، لو كنت تحدثوا عليها من حيث عدد العارضين والهدف من تنظيمها. مشكورين التلفزة الوطنية على الحضور والمواكبة، والتلفزة دائما تظل رديف للتنمية الاقتصادية. بالنسبة للدورة الأولى من المعرض الفلاحي بالشمال الغربي، الحقيقة كما قال زميلنا في ذات الكيف وهي شهادة إعلامي أعتز بها، بدأت كبيرة لأنه هناك عدد كبير الحقيقة من العارضين، رغم اللي فترة التنظيم كانت وجيزة. عندنا حوالي 30 عارض كدورة أولى، وهو عدد محترم جدا من اختصاصات
مهارات فلاحية متنوعة من الآلات والمعدات الفلاحية. تقريبا عندنا خمسة ماركات معناها متاع شركات فلاحية موجودة في المجال الجرارات عندنا كذلك في النقل عندنا ثلاثة ماركات معروفة عالمية موجودة عندنا لهنا. عندنا في تقريبا أغلب المنتجات والتخصصات الفلاحية هناك شركات مشاركة، إضافة طبعا للهياكل الموجودة كما وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، كما هياكل تمويل كما البنك الوطني الفلاحي، التأمين، يعني تقريبا حلقة متصلة من الحلقات اللي تهم الفلاح. وأهم من هذا الكل أنه فلاحي الشمال الغربي آن لهم ومواطني الشمال الغربي آن الأوان أن يكون عندهم معناها الدورة، يكون عندهم معرض فلاحي متميز ويكون منصة للالتقاء بينه وبين نظرائهم في الوطن وبينه وبين المزودين في مختلف القطاعات. بالنسبة للدورة الأولى هي دورة الحقيقة معناها إن شاء الله بإذن الله توحي بالنجاح، يعني دورة بوادر النجاح كما تشوفوا أقبال كبير بدأ من أمس وإحنا نحضروا في المعرض. اليوم سيد الوالي شرفنا بالحضور واحتمال يكون هناك غدوة احتمال يكون سيد الوزير أو من يمثله أيضا في المعرض. المعرض ليس مجرد عرض وبيع وشراء، مع المعرض هناك دورات تكوينية، هناك برنامج ثري جدا بدأ اليوم، وهذا حرص منا على أنه ما يكونش مجرد فعالية معرض بل يكون فعالية كاملة تهم الفلاح التونسي وتهم الفلاح في الشمال الغربي. اليوم عندنا الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية موجودة بيوم يعني تكويني وتعريفي للفلاحين الشبان في الشمال الغربي، الستارت اب عندهم تو بداوا اوريدي في دورة مهمة جدا. غدوة عندنا أيضا ندوة كيف الندوة اللي عملتها لابيا اليوم، لكن غدوة تخصصا ندوة حول الاستثمار في قطاع تربية الماشية يأمنها يعني اتحاد ديوان تربية الماشية مشكور. بعد غدوة عند المجتمع المدني له حضور كبير جدا من خلال يوم كامل يوم مفتوح حول الاقتصاد التضامني والاجتماعي في الشمال الغربي. اللي يميزها المعرض إضافة للأسماء الكبيرة أنه أفسح المجال للمنتجين وخاصة صغار المنتجين وعطاهم معناها وين يعرضوا مجانا. يميز زادة أنه هو جاء بتشاركية بين اتحاد الجهوي الفلاحين، غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، شركتنا كونكت، وطبعا هذا كله في إطار دعم كامل وكبير جدا من السيد الوالي والي جندوبة. وهنا نحب نشكر كل السلطات اللي ساهمت، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحين اللي هو الشريك الحقيقي في إنجاح هذا المعرض سواء كان في جندوبة أو في الولايات الأربعة بالشمال الغربي، واللي نعد به بإذن الله بعد هالبوادر الطيبة والتعاون الكبير أنه الدورة الجاية تكون دورة المعرض المغاربي للفلاحة في الشمال الغربي. وغدوة معناها بإذن الله تواصل هالمعرض ذا، نخرج به معناها التقرير النهائي للمعرض نقيمه، ثم من بعدها أنا أطمح شخصيا أنه جهتنا الشمال الغربي هذه أهل وجديرة بأن يكون فيها معرض دولي للفلاحة وليس فقط معرض جهوي. وهنا نحب نقول له خيام في الشمال الغربي أنه هذا المعرض يعني تعمل لهم ومن أجلهم، وأتوقع هذا الأقبال يستمر ويكثر أكثر. شكرا لك سي لطفي، أكيد إن شاء الله نرجو النجاح والتوفيق لهذا المعرض في دورته الأولى، ولما لا كيف ما ذكر سي لطفي يكون معرض مغاربي ومعرض دولي بعد الأكيد إذا يطور من نفسه ويكون معرض دولي ويستقطب عارضين من تونس ومن الخارج. ونعود لك من جديد إيناس، مباشرة كنا في المعرض الفلاحي للشمال الغربي بجندوبة. شكرا جزيلا لك حسن، شكرا أيضا للفريق المرافق لك. نفرح برشا الحقيقة بعودة الحياة في عدة مجالات وأن يكون عنا هالحركية هذه حتى على مستوى تنظيم الملتقيات والمعارض. هوني نعمل منعرج ثقافي فني، البداية باش تكون مع واحد من الملتقيات أو من المهرجانات خليني نقول اللي أسدل الستار عليه وسط إعجاب وانبهار الحضور، ويبدو أنه أتى على الأهداف نتاعو. ابتسام الخميري مرحبا، نورتنا بالحضور وألف مبروك تهنية لنجاح الدورة الأولى. الحمد لله عايشك، شكرا على الاستضافة هذه وفخورة بالبرنامج هذا لأنه يقدم دائما الإضافة لنا جميعا على جميع المستويات.
احنا اللي اسعد تسيب وقديش نفرح وقت تكونوا تخدموا وتثنيوا الركبه ويكون عندنا ملتقيات ويكون عندنا مهرجانات. هذا مهرجان النقد العربي اللي تبنيه جمعيه التسامح للابداع الثقافي. نبداو بالجمعيه نعرفوا بها شويه وكيف جات الفكره انه نعملوا هالمهرجان هذايا وعلاش مهرجان زاد ابتسام. فعلا هو الجمعية جيت بعد مسيرة تقريبا 3 عقود من الزمن موجودة في الساحة الثقافية يعني على جميع الأصعدة. الجمعية جيت بادرة مني لأني عندي هالحلم هذا. أساسا عملت الجمعية باش نجم نقدم الإضافة للساحة الثقافية التونسية كما تستحق، لأني متأكدة اللي عنا يعني أقلام نيرة وقيمة. أما الإبداع الثقافي كانها فيها شمولية أكثر صحيح. مش فقط كتابة أدبية. نعم، لأنه الساحة الثقافية في تونس عنا عدة مبدعين سواء كبار أو صغار وعلى في جميع المجالات. الجمعية هذه الموضوع متاعها هو تشجيع الأنشطة الثقافية الإبداعية وإبرازها ثقافيا، وعنا 4 أهداف فقط. الهدف الأول هو المساهمة في نشر التسامح والمحبة والتواصل بين الأجيال ثقافيا. ثانيا عنا دعم الإبداع الثقافي للكبار والصغار، وهنا نخصوا بالذكر الموسيقى، الشعر، المسرح، الفن التشكيلي، يعني كل الفنون وليس الشعر والأدب فقط. ثالثا عنا مد أواصر الأخوة والتعاون الإبداعي بين مختلف الفنون داخل وخارج البلاد التونسية. ممتاز. وأخيرا هو القيام بأنشطة ثقافية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والمهرجانات. به طيب هذا واضح وقعت نسمع بكل انتباه، لأنه كيفاش نجمتوا تخدموا على الأهداف هذه الكل بحيث أنه المهرجان النقد العربي في دورته الأولى يستجيب لكل هذه الأهداف ويلبي الأهداف هذه الكل؟ الحقيقة المهرجان هو منامة عندها تقريبا 4 سنوات. حلمة جميلة مزيانة ما نجمتش نتخلى عليها في كل يعني الأنشطة متاعي الثقافية. وطبعا مع مشاركتي داخل وخارج البلاد التونسية في عدة مهرجانات دولية خارج البلاد، كنت كل مهرجان نمشيله ونزوره ناخو منه حلمة ونضمها ليا، ناخو منه حاجة مزيانة، ناخو منه فكرة. يعني هذاك علاش كان المهرجان هذايا هو المنامة، الحلمة المزيانة اللي أنا سعيت لها في المهرجان في معناها في الساحة الثقافية، وكانت معناها فيها عدة فقرات مميزة. أنا جايين لأنه قصدي لستار عليه ونجموا نحكيوا عليه وعلى فعالياته، ولكن قبل هذايا أنت خيرت المهرجان ما يكونش للإنتاج الأدبي للكتابة مثلا الأدبية، وإنما للنقد اللي هو مرحلة موالية كان نجم نقوله. بعد الفعل فعل الإبداع. نعم. دونك علاش؟ لأنه الساحة الثقافية التونسية تزخر بالمسابقات والأقلام الإبداعية والمبدعة والأقلام الواعدة والتشجيعات والمسابقات، ولكن نحتاج إلى توجيه أو تسليط الضوء على النقد، وخاصة كسر الحواجز بين الأكاديميين النقاد وبين الأقلام أينما كانت المبدعة سواء في السرد أو في المسرح أو في الرواية أو في حتى في الفن التشكيلي. يعني النقد هذه فكرة جيت شاملة وهي منيمة الحقيقة. الحمد لله أنه إلى حد ما عندنا ابتسام ما يكفي من النقاد، يعني عندنا نحكي خاصة نوعية زي كما نحكي على نوعية وجودة الكتابات، نحكي أيضا على جودة النقد والتخصص هو في حد ذاته. يعني اليوم عندنا نقاد في كل المجالات، عندنا النقاد اللي تخلي فعل الكتابة على سبيل المثال يرتقي. أكيد، وأكبر دليل أنه في مهرجان كان أغلب المشاركين المحاضرين كانوا دكاترة ونقاد تونسيون وكانوا عندهم البصمة في الساحة الثقافية. أكيد أنه تونس عندنا طاقات من الأكاديميين اللي فقط ربما الضوضاء اللي قاعدين نراو فيها على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي أعطت حيز أكبر ومساحة أكبر لبعض النقاد اللي يقولوا إحنا ينقل
ينقدوا يعني كمحبه وكهوايه وليس على اسس علميه. وانا جايتك باش نقول لك لانه في وقت ما تحول الاغلبيه باش ما نقولش الجميع الى نقاد، وحتى قدام عمل فرجوي تلفزيوني درامي ينجم يكون معناها بدايته انطلقت من كتاب او روايه، يتحول التوانسه الى كلهم نقاد. الفروقات لهنا شويه ميساج خلينا نعرج شويه باش نوريو انه علم النقد هو ايضا عنده ضوابطه وعنده ابجديته. يعني شنو الفرق اليوم بين ما نقرا حتى في صحف صفراء سامحوني وبين النقد الاصيل اللي العلمي؟ نعم، النقد خلينا نحكيه على النقد اللي أنا حبيت نسلط عليه الضوء ورجع له قيمته اللي عنده أسس وضوابط. عندنا مدارس سيميائية، عندنا مدارس مؤخرا منذ 5 أو 6 سنوات ظهرت مدرسة جديدة في النقد وهي مدرسة النقد الذرائعي اللي ظهرت في النقد بالذريعة، يعني يعطيك الحجة من النص أو سواء يعني نص سردي أو حتى صورة، حتى في الصورة يعني النقد يستشهد وفما دلائل وقراء. وطبعا النقد هذي الذرائعي هو تتم للفراغات التي تركتها بقية المدارس الأخرى، مثلا المدرسة السيميائية أو المدرسة التفكيكية يعني هما عدة مدارس. ولكن مؤخرا المدرسة هذي ظهرت في العراق وأنا شخصيا تتلمذت على في المدرسة هذي، وكان لي شرف أن نكون من ضمن نخبة من النقاد العرب لأني كنت من ضمن التونسية الأولى اللي موجودة في المدرسة هذه، وذلك علاش مثلا عندي دراسة نقدية ذرائعية موجودة جبتها معايا هي في النقد الذرائعي. ممتاز. وتوهم يعني قاعدين ونمشيو في وقداش مهم يكون عندنا هالمدارس هذه لأنه فعلا. في ثرائها أيضا ثراء للعملية النقدية، والعملية النقدية بتطورها يتطور الفعل الإنتاجي. ندوروا في فلك واحد. به أنا نشكر التحق بنا سي سامي الساحلي في خلف الكواليس فنان تشكيلي وشاعر. بعد قليل باش نرجعوا على مسيرته ونحكيوا على جديده، وهو علاش انا رحبت من توا سيدي المشاهدين ما راهوش لانه مصمم غلاف روايتك. نعم. قول لنا الروايه بعنوان روايه العافي. هي روايه بعد مسيره يعني تقريبا عقدين ونيف من الزمن، كون لاني اصلا نكتب القصه القصيره ونكتب الشعر ونكتب انا هاني باش نوريها لانه تابلو جدير فيما. نعم. احنا بعد باش نعرضوا برشا لوحات لسيسيم. نعم. ولكن هذه واحده من التابلوات. نعم. بامضاء سامي ساحلي وابتسام الخميري العاثي. نعم. روايتك الاخيره الأخيرة. نعم. مولودك الاخير. علاش في ركوخ يعني علاش نقصدوا كان نجم نقول نقصدوا فنانين تشكيليين في شهرة وفي مسيرة سامي باش نجموا نعملوا الغلاف نتاعنا، باش نقولوا شنو، باش نعبروا على شنو؟ باش نعبروا على المحتوى والموضوع اللي أنا نحب نبلغه. يعني أنت كفنان تشكيلي أو كناقد في الفن التشكيلي تنجم تقرأ اللوحة هذية، وهذاك اللي عملته أنا ديجا مع سي سامي أني اخترت معناها ضمن مجموعة من الفنانين التشكيليين ما لقيتش كان اللوحة هذي تعبر على محتوى الرواية نتاعي. ومهم برشا صورة الغلاف. نعم. لأنه أول ما يقدم الرواية أو الكتاب للقارئ هو هذه. نعم. الصورة. فتوا نعاود نسأله هو أيضا لأنه مسؤولية مزدوجة من الطرفين. نرجع لمهرجان النقد. نعم. العربي انتظم بالحمامات بسوسة عفوا ووسط الحضور النير اللي ذكرته. نعم. لنا أهم الفعاليات أهم المحاور اللي أهم فيها والفقرة اللي الأساس ارتكز عليها هالمهرجان هي الجلسات العلمية. نعم. الأكاديمية بحضور نخبة نيرة من دكاترتنا مثل الدكتورة آمنة الرميلي قدمت لنا التسامح في أدب الهزل عند الجاحظ، الدكتور أحمد حاجي تقنية الاسترجاع بالسرد التقني العربي ووظائفها في بلورة التسامح الإنساني، عندنا أيضا مداخلة من الجزائر للأستاذ رامي الأحمر قدم لنا ظاهرة التسامح في ديوان خواطر مسافر للشاعرة ابتسام الخميري مقاربة نقدية الرؤية والتشكيل. أيضا كان حظوظ أول الطفل كان موجود في دراسة
الأكاديميين، وكانت مداخلة الأستاذ عمر دغرير بعنوان أهمية التسامح في الكتابات الموجهة للطفل. طبعا كان أيضا عندنا دكتور شفيع بالزين وعنوانها خطاب التسامح في رواية حمام الذهب لمحمد عيسى المؤدب بين التخيل والحجاج. دكتورة مفيدة جلاسي ملامح التسامح كقيمة إنسانية في الفكر الأدبي من خلال مقولات مختلفة. ونحب نقول أنه أيضا افتحنا المجال عبر عن بعد للتواصل عن أصدقاء مع أصدقائنا من خارج حدود البلاد، وكان عندنا لقاءات وحضور لدكاترة من مصر، من الجزائر، من المغرب، جمع طيب الحقيقة كل المتدخلين، معنا محاضرات كلها تحت عنوان التسامح في الأدب العربي. ممتاز. وإحنا عدينا بعض الصور الحقيقة اللي حاولنا نختزل فيهم بعض الكلام اللي كنت تذكر فيها ابتسام. ما نجمش ما نسألكش على معرض تونس الدولي للكتاب، وتقريبا في فترة أنتم تزامنتوا شوية بين فعاليات المهرجان النقد العربي وبين معرض تونس الدولي للكتاب، الانطباع اللي خلاه بعد ما انقضت الدورة هذه. الحقيقة معرض تونس للكتاب للأسف الشديد هذه بعد 30 سنة لا حظ لي فيه، لا ككاتبة ولا كناقدة ولا كشاعرة، برغم أني كنت موجودة في معرض الكتاب بمصر مرتين في فترتين يعني متواليتين، وكرمت فيها ك يعني سفيرة تونس في مصر، أيضا شاركت في معرض الكتاب بالمغرب في بعض الدول العربية. ولكن يؤسفني أنه في تونس بعض الأقلام ما زالت غير مرغوب بها، ولست أدري ماذا يحدث. طيب هذه بعض الصور مرة أخرى. قولي ابتسام اليوم حتى نختم معاك، هذه تصوير شكون ابتسام هذية؟ لا تعنيك التصوير هذية، هذه تصويرة ابن زميلتنا ما شاء الله طول العمر، وإن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير. وانت جبت شوية على الطفولة اللي من المفروض وقالوا نشتغل عليها هي أيضا، ونعطيوها حيز من كتاباتنا ومن إنتاجاتنا ونرغبوهم حتى في الفعل الكتابة. قولي ابتسام، اليوم أسدل الستار على الدورة الأولى، تحس بالرضا، نسبة الرضا؟ الحقيقة نحس بها 5%. بالحق كنت نتوقع اكثر، لانه انا حكينا في الاوف قلت لك اغلب اصدقائك هما اصدقائي، فريت انطباع مزيان برشا للحضور. فعلا يعني ربما اللي يتفرج واللي، لكن البرنامج نتاعي والحلمة يعني اللي كنت نامل فيه انه يكون اكثر من هكا، خاصه انه لسوء الحظ كان تزامنا مع معرض الكتاب فذرني، يعني اغلب الاصدقاء توجهوا الى معرض الكتاب مثلا، هذه من ضمن الحاجات اللي خليت حتى النقص يقل. أيضا هناك تظاهرة أخرى كانت في نفس الفترة، الأصدقاء ما كملوش معايا للأخر، يعني كأنه يعني تعرف أنت مهرجان، لكن نحب نقول أنه المهرجان مثلا قمنا بإضافة الأمسيات الشعرية وبشراكة مع المركب الثقافي محمد معروف، كانت أمسيات رائقة جدا وجميلة الشعرية، يعني كان المحاضرات والشعر. وأيضا كنا عملنا زيارة للمتحف الأثري بسوسة مع ضيوفنا اللي أنا كانوا... متأكدة للأجواء كانت مزينة، غير أنت بيرفكسيونيست تحب يعني أنك تكون درجة عالية وقصوى من الامتياز، ونتصور أنك خلطت لدرجة مهمة. أخجلتنا بشهادة الشكر لتطال شخصي، دونك شكرا لك ابتسام. الحقيقه نفرح، احنا نفرح انك تكون صغيره، انك التلميذ الصغيره، ونفرح برشا تستحق. وإحنا بطبيعة الحال رانا ناخذوا في الجمعية متاعنا في المهرجان، خذينا شخصيات من كل ميدان، خذينا شخصية، وكان لنا كنا معنا فخورين بك بأنك تقدم لنا دائما وتدعم دائما الثقافة والمثقفين. أنا فخورة زيدا، وأنا فخورة لي والبرنامج الجميل الوحيدة اللي ما نقولش عليها اللي بشغف الأطفال مرة أخرى الحقيقة، يعني هذه زيدة باسم الفريق الكل، وهنا ما فوتش فرصة نشكرك زيدة ابتسام خمام، لأنه الحقيقة تراو المقدم، تراو شخصي، تراو شخص زيادة هنا، زيدة زميلي تحية لي، ولكن راهو رانا جنود الخفاء ورانا فريق كامل قاعد يخدم معنا. شكرا لك ابتسام، وإن شاء الله ديما متألقة وترجع لنا ديما بالجديد، يعطيك صحة. شكرا. نمشي ومواصلين، مواصلين نحكيو فن ونحكيو ثقافة، ندخلوا عالم الألوان والفنون التشكيلية وأيضا الشعرية، لأنه ضيفنا أدوب الكاسكيت شاعر وفنان تشكيلي سامي الساحلي بعد النغم هذية صابر الرباعي. تفضل.
رجعنا باش نحكيو على الحقيقه فن وباش نحكيو شعر وباش نعملوا انتشاء مع من نوع خاص مع زوز فنون هذوما في حضره ضيفنا سامي الساحلي. نورتنا بالحضور، اهلا وسهلا بك، مرحبا في نسمه الصباح. مرحبا بك، اهلا وسهلا. شكرا صديقتي العزيزه. انا باش نبدا من مع الدقيقه تقول لنا ابتسام، خذيتوا لي دقيقه من وقتي نحكيوا على سي سامي، تاخذوا دقيقه تحكيوا عليا. دونك نبداو من هنيه، يعني التجربه هذه اللي راوها مهمه في حياه الفنان التشكيلي، انه يكون اللوحات نتاعو تتوج هكا على شكل في شكل غلاف وتختزل بعض من معاني الكتاب. اي نعم، تحيه للاديبه الكبيره ابتسام الخميري صديقتي المميزه. يعني الغلاف نتاع الروايه نتاعها كانت فيه حكايه، يعني هي عامله حكايه، يعني عامله حكايه كبيره في ست الروايه، وراسلتني حبينا نشوفوا حاجه تمس الروايه هذيك وتعطيها بعد ممكن مستقبلي ولا نظره اخرى فنيه. وانت تعرف الكتاب معناها هو اول ما يتشاف الغلاف نتاعو. صحيح صحيح، اول حاجه يعني هي الكتاب. وانا نعم. اللي فرحني في الموضوع بخلاف انكم الزوز محليكم وزوز قاعدين تخدموا في خدمه مزيانه والتعامل من نجم يكون كان مثمر وما يكون كان ايجابي، انه ما برمجناش انكم تكونوا فرد حلقه ولا تكونوا تباعا ورا بعضكم، ولا انت في بالك اللي هي ضيفتي ولا هي في بالها اللي انت بحذانا. كانت من الخواطر احنا نقولوا الطيبه والمزيانه. يعطيك الصح. قل لي سامي، اليوم انت جينا على هامش المعرض قصائد كريستالية هكا كريستالية من كريستال دي بوام كريستال فوالا بوام كريستال اللي غدوه ان شاء الله باش يكون اخر موعد باش نشوفه. خلينا نبداو من هوني ساعه. هي قصائد ملونه، هو شعر يمتزج بالالوان، شنو هي الحكايه بالضبط؟ نبدأ نقول أنت بكلمة قصائد اللي هي الحياة كلها هي قصيدة. أنا نشوفها كأنها قصيدة جميلة جدا من خلق ربي سبحانه. يعني كنت تعمق أنت في الشكل الصوفي هذا، بما أني أنا نميل للقصائد ونكتب القصائد، وبما أني الألوان هي حياة كاملة وفيها قصائد من النور، اخترت الاسم لقصائد كريستالية، وخاصة كلمة كريستالية يعني حاجة سامية وحاجة فيها النور، فيها لوكس، فيها لوكس بالضبط. يعني وإحنا نراو في بعض الصور اللي محليها الحقيقة في بعض التابلوات بتاعك. حبيت ناخذ منهج أنه يتمس القصائد وتمس الألوان، يعني يولي فما ميلانج ما بين الألوان والقصائد، وندخل في ماهية القصيدة والحروف ونركب معاها الألوان ونعطيها صيغة تمس. هو الكل يحكي زاد كيف على البحر، مغامرات البحر والبحار، وفما النور واللي يبحث عنه البحار في البحر والإنسان يغامر. تحكي لنا سامي بالسهولة هذية، بالليونة هذية، بالسلاسة هذية، كما لو أنه الأمر والربط سهل وبالسهولة هذية، يبدو لي أنه لأنك أنت أدوب الكاسكيت، لأنه أنت تحذق وتحت محترف فيهم الزوز، في زوز عوالم هذوما، فكان الربط لأنه الربط ما كانش مسقط، يعني كان عفوي، كان انسيابي، وهذايا اللي سهل العملية وهذا اللي خلق جمالية زاد. نعم، هو الجمال في في في, في القصائد والجمال في اللوحات، يعني فما ربط كبير، خاصة أنه النور نحكي برشا عن النور أنا في القصائد متاعي، والرسوم متاعي تمس زاد هذا الشكل هذا من الفن. يعني نبحث عن النور في الفضاء ونستعمل في الوان نورانيه. اي يعني وهو عندنا مثلا الاصفر والاخضر. مثلا هي اللوحه هذه، هذه لوحه بتنجم كانت تكون مضيئه مشعه. نعم، يعني اللوحه هذه هي انا ديجا سميتها، هي تحكي على البحر، تشوف فيها يعني نوع من الزوارق ونوع من المغامره في التجريد، ما بين التجريد والنوع من السورياليه اللي هي تبعث الى البعيد. تمس الانسان اللي يحالم، الانسان الالوان هذه الخضراء والصفراء اللي هي فيها النور، هو الاخضر فيه النور، يعني بمن قوس قزح اللي هو لون الطبيعه. يعطيك الصح، نشتقوا هذا من لو من الطبيعه، ونشتقوا هذايا من احساسنا نحن، نحبوا نحن فما الوان معينه نحن نميل لهم برشا. اي وهذا ياسر قريب من شخصيتك سامي الحقيقه. يعني هذا مش بمعزل عن شخصيتك انت، يعني فيه برشا من سامي الانسان، فيه برشا من سامي في نظرتك للحياه، في نظرتك لمسار وكينونه المبدع والفنان. دونك يشبهوا لك لوحاتك اكيد، يشبهوا لك اشعارك زيدا اكيد. هو هي ما نقولش نظره ذاتيه ديما انا كي نقولها للناس، وكل هي تجربه عايشها انا، معناها تجربه فيها بحث،
من الحياة اللي عايشينها هذه، وتجربة هي من إلى الأفضل يعني، يعني انطلاقا من شيء يعني لا شيء إلى أشياء، انطلاق من حرف إلى حروف إلى قصائد إلى حياة أخرى إلى أمل جديد إلى منها. وقديشنا في حاجة باش نسمع الكلام هذي، قديش في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة للهذبذبات الإيجابية هذية. قريبا عنا سندباد الحكاية، نعم. جوان، نعم. في نفس الكلام اللي نحكيو فيه هذية، في نفس البحر موجود مثلا كي نقولوا سندباد، نعم. الرحلة موجودة، نعم. والألوان نتصور دونك قريبا يعني وقتش إن شاء الله. هو حاضر تقريب 90% وأكثر يعني الديوان، واتفقت مع بعض دور النشر يعني والمتابعة، وإن شاء الله ناخذ الكلمة صحيحة من عندهم. أنا ترهيت خاطر بالمعرض نتاعي هذا القصائد الكريستالية حبيت نبجله هو قبل، وفي بعض من الرسوم زي كيف هو فيه رسوم وقصائد تحكي على البحر، مغامرات البحار، البحار اللي هو إنسان معناها يمشي ما يعرفش الحياة شنو باش يصير من بعد، مغامر ويرجع بالخيرات. أي. يرجع معناها هو إنسان قاصد ربي، باب ربي. أي. وفاتح الأمل ويلقى الأمل ويجيب لنا حاجات اللي نحن ما نحبوش بها، حتى المغامرات اللي يعيشها هي حكايات، هذيك هي حكايات الدنيا، حكايات السندبات تسلط عليهم الضوء انت، نعم. شعرا وفرد وقت من خلال اللوحات بالرسوم. دونك باش نلقاو هذيا ديوان يعني سبيسيال، نعم. سبيسيال برشا يعني يمزج بين زوج فنون هذو. يعني انا بحثت صديقتي في حتى في النت وفي السوشيال ميديا او كل ما لقيتش حاجه تختص بالضبط في ميدان معين. يعني انا بالان انا اخترت البحر والبحر يعني مغروم بالشيء هذايا، لان هو مغامر مثل الحياه مثل الانسان يعني، ومثل الانسان المكافح والانسان. أي. اللي يمشي من عدم ويجيب، معناه يمشي الى المكان الاخر وياتي باشياء جميله جدا وبمغامرات وبحكايه. هو سندباد هو رمز المغامره، رمز الاسطوره، رمز الحكايه. وفي نفس الوقت في المخيله الشعبيه وخاصه الذاكره اللي نتاعنا كاطفال حاضر السندباد بقوة. ما بين القصائد ما بين العاميه والعربيه والمغامرات البحريه والمغامرات الانسانيه وعشق الانسان في الحياه هذه اللي عطاه له ربي، العشق اللي عايش بيه. نسمع حاجه شرحتنا بما يكفي الحقيقه. دونك اختار نسمع حاجه من اشعارك اللي موجوده، نعم. ومنشوره والا من سندباد الحكايه اللي قريبا تكون موجود. عندي قصيده، كلما نطقت اسمك، كلما نطقت اسمك يلتهب قلبي بنار عشقك، يلتهب قلبي بنار عشقك، يمتلئ الفضاء بعطرك، ترقص فساتينك المخملية الثمينة رقصة الزفات والباليه، تحلم ارتداء جسمك المثير لتحلق لتطير. كلما نطقت اسمك يحل عهدك الغالي، تصبح كل الأيام السنة عيدا، وكل يوم يتحول إلى 14 من فبراير. كلما نطقت اسمك يسمع كل أصم إيقاع جميل قدميك وخشخشة خلخالك ورنة وتر أسوارك. كلما نطقت اسمك بالخرز المقدس على معسمك للسعادة، كلما نطقت اسمك تجعل الزاهد مغرما يعزف بالكلمات نغمة غرامك. كلما نطقت اسمك يذوب الثلج في الأنهار، تزهر الصحراء وقبل أوانها نبتة الصبار تنطق في الأعالي الأعالي. السحب والغيمات فرحا وترسل آخر قطرات الندى، معلنة معجزة الانصهار، معلنة معجزة الانصهار. كلما نطقت اسمك تتلاحم تتحد كل الفصول لتنجب الطبيعة ربيعها الأبدي. يعطيك الصحة سامي، الحقيقة أنه زوز مواهب يكونوا موجودين في شخص واحد يكملوا بعضهم، يتنافسوا ساعات فيك سامي، ساعات تكون اللوحة مدعاة لكتابة الشعر، وإلا القصيدة مدعاة باش تكمل ترسمها لوحة. يعني كيفاش العركة تصير كما نجمو نفهموا؟ صراع هو والله، شكون اللي يربح؟ شكون الغلبة لشكون؟ والله الصراع الليلي يجي للقصائد يغلب عليه، كي هكا تجيني حالات هكا سلطان الشعر، سلطان الشعر، نعم. يضربني هكا ويقوى عليا، نولي نشعر
وفي نفس الوقت هي تخليني نعمل في لوحه. اي لوحه بالقصائد. وفي الوقت نقوم نروح نرسم. لا اعرف انا منين نبدا. خرجتنا امال قد تزيد اقرا لنا شويه عجبها حديث الخلخال ولا لعبت على برشا كلمات. نعم. بالحق يعني حتى في الموروث نتاعنا التونسي باش يرجع يقرا لنا. اما قبل انا شدتني برشا مشاركات كيما في البوغ نتاع مارسي ميناء مارسيليا، كيما مثلا في الامارات العربيه المتحده، كيما في دوله الصين الشعبيه، كيما مثلا في لاس فيغاس. احنا علاش نعم. علاش نعم. علاش معناها خلينا نشوفوا وين وصل سامي بالاشعار وباللوحات نتاعو. مشاركات بهذا الحجم دوليا، شو تنجم تضيف لك سامي اليوم وشو مازال عندنا في المشوار هذا؟ والله انا احلامي كبيره جدا. جيت مره للتلفزه لهنا في برنامج ثقافي وحكيت وانا صغير جدا عندي تسجيل بالبوبين عند الله يرحمه نجيب الخطاب. فهمت؟ قال لي شنو احلامك؟ قلت له حلمي انا نعمل لوحه في القمر، مش لوحة برك، نعمل كما تقول أنت هكا مكان. ايه؟ ونجي نعمل معرض في القمر. نسبح في القمر ونبدأ نرسم، نعمل كرات هكا. ايه؟ نورانية نعمل ونبدأ نقذف فيها نلعب بها. ايه؟ نرسم نشد الحروف تاعك القصائد ونبدأ نلعب بها هكا ونبدأ نهز فيهم فوق ونهبط، معناها نبدأ نعوم هكا في الفضاء. انت تفلك لي سامي، ولكن هو بالحق راه ساعات بعض الأحلام كانت تظهر لنا فيكسيون، تظهر لنا حاجة ماهيش منطقية. أما راهو هذا الكل جايين ومعناها وممكن ما عادش عندنا حاجة مستحيلة. هي ما عادش تطور العلوم والتكنولوجيا. علاش صديقتي؟ على خاطر وقت واحد يبدا يحلم ويكون عنده عزيمه كبيره وعنده الامل وامل في الله سبحانه، انه ربي قال لك اسعى وامشي واعمل. ما لا شيء تجم تعمل، يعني الاختراعات هي مين جات؟ هي افكار ثم تهبط الى الواقع. أي. بالعزيمه. بالعزيمه، العزيمه هذه وصلتك دوليا ووصلتك لاس فيغاس وسميت برشا بلدان انا اخرين. نعم. اليوم نجم نقولوا سامي الساحلي عابر للقارات وعابر للحدود. عايش. وشنو المغزى انك تكون انك توصل لهلا البلدان هذيا وللقارات هذيا الكل؟ لانه من بين صفات ايضا فنك هو دعوه للتسامح ايضا وللتآخي. نعم. وللتواصل. نعم. كما لو انه هذا هو رهينك اليوم. يعني انا كي مشيت للامم المتحده يعني في 1991 يعني مرتين وما استدعوني منظمه الامم المتحده اليونسكو، معناها منظمه التربيه والثقافه والعلوم في باريس، وكل عملت انا معناها مداخله وندوه مع المعرض نتاعي كاديكا. وتحصلت على جائزه السلام والتنميه في العالم، يعني كان المسلم الوحيد في الوقت هذاك والعربي التونسي الوحيد. الهدف هو تعرف استاذتي، الهدف هو علم تونس. والله نحكي معك بجدي، العلم تاعنا ريتو العلم تاعنا احمر هو ولا احمر وابيض؟ احمر وابيض، السماء حمراء والدنيا كلها بيضه ونحنا نمشيو بجنبها. كي نعلقوا العلم تاعنا يولي فمك الشعور الكبير هذاك انك الكل يتبنى هذاك يولي علم. نحن كي نوقفوا، كي حكيت انا في المتحده شيت ميكرو هكا قدام ناس وقدام معنا ناس تقول انت عظماء وعلماء وكل فك المكان هذاك، نحكي علاش انا نحكي؟ مش معناها هذا نقول انا نزيف ولا نقول في كلام اخر، صدقني نحس به ولا لحم يقشعر تو. فهمت؟ نحس اني أن انسان انا نمثل تونس. انا من صغرتي نقول يا ربي ان شاء الله نولي احسن فنان في تونس، وبعد تقول لا ولا ان شاء الله احسن فنان في العالم واحسن فنان اون بلوس، نطلع للقمره ونرسم ونعمل. ومشروع هذا الكل لي جو سونتخيز اللي نجم نقولوا نحب نوصل، نحب بلادي زاد في نفس الوقت. صحيح. ما انت كي توصل عملنا في مارسيليا مثلا، علمنا تونس في مارسيليا في البور في بور تاع مارسيليا، جبت كل شيء، جبت خيام وجبت الناس اللي يرقصوا في الكلاسيك وجبت الناس اللي يرقصوا بالشرابي باك نتاع جربه ذاك الفن الشعبي تاع جربه، وعملت خيام وعملت معرض كبير في الفيوبور. أي. والوحيد اللي انا هو وقتها كوميتي اوروبيان هي اللي عملتها. صحيح. وانا الفنان. صحيح. الوحيد. صحيح. بالعالم اللي عمل المعرض هذا. الحقيقه اللي تبع الخطام تاعك خطام مشرفه ودرابو تونس ديما موجود وحاضر. هذيك علاش باش نختم معاك في دقيقتين. حاجه على تونس انا نحب. حاجه على تونس. تونس. هي على تونس. هي تونس. بعد الكلام هذا الكل مازلت انا نحب حاجه على تونس خاصه في هالظرفيه هذه. الحب هو تونس. أي. والمراه هي تونس. به. والحياه هي تونس. غلبني سي غلبني. كي نحكي انا على المراه راه نحكي على تونس. المراه هي تونس. به. نعم. سيدي به. انا عبد عينيك. انا عبد عينيك لا اعرف ماذا وقع لي. لا أعرف ماذا وقع لي في لحظة واحدة. أنا عبد عينيك. مميزة أنت جعلتني طائر ذهبي أسبح بين الهواء والماء. أزهيري تفتحت لما هلت نسائم صباحك. الحياة وجودك. الحياة وجودك ودنيتي ناقصة من دونك.
الحياة وجودك ودنيتي ناقصة من دونك، أنت تسكنينني وأنا أسكنك، موجة منصهرة في بحرك، شغفي يعانق حبك، شغفي يعانق حبك، أنت لي وأنا لك، لا أقدر أن أقاوم سحرك، أنت الحب الأبدي السرمدي، ملاذ حياتي أنت والنعمة التي منحت لي. الله عليك يا سامي، يعطيك الصحة. تشعر كما لو أنك ترسم، وترسم كما لو أنك تقول شعرا، ومحليهم هالزوز الثنائية هذية فيك. أنا نحب نختم معاك بأخبار المعرض غدوة، آخر فرصة، هذه آخر فرصة باش يمشيوا ويلتحقوا ويتجولوا في الأروقة وتعيشوا عالم الأشعار والألوان. وهو رو معرض متميز، مش نشكر روحي الحقيقة، متى ربي يشوفوا حتى على الإنترنت ولا على النات يعني، ويشوفوا لوحات كبيرة جدا. عندي لوحات متاع زوز متر واثنين وثلاثين، عندي لوحات متاع، عندي تركيبات ثنائية، عامل كيما توريت الثنائية هذه حتى في لوحاتي، عامل أزواج. عديناهم باش ورينا شوية مقتطفين افون جو للناس اللي تحب تمشي وتتفرج في دي بوام اون كريستال. بالعربية خانتني قصائد كريستالية قصائد كريستالية كريستالية، هو نعرفوها ساعات تخونك هكا في المباشر. شكرا لك سامي، نورتنا بالحضور، في انتظار وانه سندباد الحكايه يكون موجود. وعندي قصة، وعندي وترجع. سمحني بربي نقص عليك، سمحني قولي سامي. عندي 15 قصه ان شاء الله باش نخرجهم في اجزاء. تري بيان معناها بالادب الذهني والادب السوريالي. ممتاز، دونك ان شاء الله ترجع لنا ديما بجديد، وان شاء الله ديما درابو تونس وين ما تكون موجود يا سامي. قداش نفرح انه توينسا يتالقوا في كل المجالات. بعد شويه نختم اللقاء هذايا بقراءه في ابرز المحطات الثقافيه، خاصه مؤخرا عوده على المهرجان الدولي للكتاب، تونس للكتاب، وعوده على عديد الاحداث الثقافيه اللي شهدتها بلادنا في المده الاخيره. هذه تونس البيا، مطمطه وراجعين. مدينة مطمطة هي إحدى المدن التونسية الصغيرة الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد، وتتبع إداريا لولاية جابس، وما يميزها أن بيوتها محفورة في الأرض، حيث تم حفر حفرة كبيرة في الأرض، وحول هذه الحفرة نحتت الكهوف وتم استعمالها كمسكن أو غرف للإقامة. وهناك عدد من البيوت التي تحتوي العديد من الحفرات أو الغرف التي تتصل مع بعضها من خلال ممر تحت الأرض يسمى بالسقيفة. أصل تسمية مدينة مطمطة، كانت مطمطة في الماضي تحمل اسماً أمازيغياً وهو أتوب، ومعناه أرض السعادة، وترد الروايات حول تسميتها بمطمطة على اسم قبيلة أمازيغية قديمة لم تتمكن من ردع بني هلال أو حتى العيش معهم، فاضطر أفرادها للهجرة إلى موقع المدينة الحالي، وشرعوا في حفر منازلهم في الأرض وعاشوا فيها خشية أن يتمكن أحد من رؤيتهم. مطمطة ظلت مجهولة لكثير من السكان التونسيين حتى قرون، وبعد نيل البلاد التونسية الاستقلال عام 1956 أعلنت الحكومة عن رغبتها بنقل سكان المدينة إلى المدن الجديدة، لكن معظم السكان أثر البقاء في مساكن تحت الأرض. تبعد مدينة مطمطة حوالي 43 كيلومتراً عن خليج جابس، فيما تفصلها مسافة 450 كيلومتراً عن العاصمة التونسية. ويذكر أن المدينة خرجت للعالمية حين تم اختيارها كموقعاً لتصوير فيلم حرب النجوم للمخرج الأمريكي جورج لوكاس عام 1970 ميلادي. إن كل منزل أو حفرة لها ساحة خارجية تنقسم منها حفر أخرى أو غرف أخرى تشكل بقية المنزل، ويربط بينها ممرات صخرية، فيما يتم الدخول إلى هذه المنازل أو الخروج منها عبر أنفاق أو سلالم. ومن الداخل دهنت جدران الغرف باللون الأبيض، ويذكر أن بعض هذه البيوت التي غادرها أصحابها تم تحويلها إلى فنادق أو نزل سياحية تقدم للسائح أو الزبون تجربة فندقية مختلفة تقوم على أساس توفير المكان المختلف.
هاجر معظم أهالي مطمطة في العصر الحديث وعاشوا في مدينة مطمطة الجديدة، إلا أنه يوجد فئة لم يحبوا الهجرة وتمسكوا بها وبعاداتهم ولغتهم الأمازيغية القديمة وثقافتها، ورضوا بالمعيشة تحت الأرض وأحبوا السياحة، ومن أجلها يقوموا مع الوفود السياحية اليومية من خلال اصطحابهم لزيارة البيوت والغرف المحفورة في الجبل ليلتقطوا الصور الجميلة وليستمتعوا بمناظرها الجميلة والغريبة في نفس الوقت داخل مدينتهم الرائعة. بحثنا عزيز بن جميع نحكيه مرة أخرى في الساحة الثقافية وجديدها، نحكيه على الساحة الفنية التونسية أيضا في جزء من التفاصيل اللي عشناها مؤخرا. مرحبا بك عزيز، أهلا وسهلا بك في نسمة تصبح. مرحبا بك إيناس، ومرحبا بكل مشاهدي التلفزة الوطنية الأولى برنامج نسمة تصبح. من رمضان مريناكش من تونس في رمضان، من العيد إذا من رمضان من برنامج الخاص برمضان. صحيح، ترجع لنا اليوم مرة أخرى باش نقيم، باش نتوقف عند أهم الأحداث الثقافية. يظهر لي الحدث الأبرز الفترة الأخيرة لصالح المعرض تونس الدولي للكتاب. صحيح، هو الحدث الأبرز هو الكتابة والكتب والقراءة والكتاب. وإناس المعرض هذا هو معرض موسمي، يعني يجي مرة في العام، ولكنه احتجب في فترة معينة في فترة الكورونا، والآن يعود بشكل مناسباتي. هو في الحقيقة لم يشمل الساحة الأدبية والكتاب والمثقفين، ولكن يبقى السؤال الجوهري، هل ما زال التونسي اليوم يقرأ الكتب؟ كي نمشيو احنا لأي مقهى أو أي حافلة أو أي مترو، مراوش الحقيقة لظاهرة قراءة الكتب، ربما بطغيان الانترنت، وهنا ما لقاش الكاتب الحل، أنه ربما كيفاش يعمل بي دي اف، كيفاش يلقى فهمتني سي دي ات، كيفاش يعمل فلاش، ما لقاش الحلول البديلة. ولكن تبقى معناتها هذه المبادرة مبادرة جيدة ولكن غير كافية، لأنه المعرض موسمي والقراءة يجب أن تكون فعل يومي، هي فعل معناتها ليس موسمي، ليس فعل مناسباتي، هو فعل يومي. دونك أنت كيفاش ترى الدورة هذه، كيفاش تقيمها، خاصة من خلال وأنه فما الحضور الدولي اللي موجود، المحامل أيضا تعددها، كتابات باللغات مختلفة، يعني اليوم جولة، ونتصورك تجولت عزيز وشفت أروقة معرض تونس الدولي للكتاب، دونك بالنظر لهذايا الكل تقييمك للدورة إجمالا. هي دورة معناها فيها هنات وفيها إيجابيات ككل دورة، ولكن هي كالعادة معناها هناك أركان قارة في المعرض، معناها مثل الكتب الأدبية لعشاق الأدب، معناتها ما تتبدلش من نزار قباني محمود درويش والمتنبي، ذوكم عندهم العشاق نتاعهم، كذلك كتب الطبخ والشعوذة اللي هي معناتها في كل عام ننقدوها لكن نلقاها موجودة وتعمل البوست، وكذلك ظهرت طونوس جديدة اللي هي كاتبة الفيزع بنت معناتها المبدع طاهر الفيزع، ولا تكتب في كتابة تجارية شوية أو ما يعبر عنه كتابة بالدارجة، الفاست فود، فاست فود هو كتابة، كذلك هذه من واللي عندها محبها عزيزة أيضا، يعني فما ناس يحبوا، عندها جمهور زي دفاتن، وفما ناس يحبوا الكتابة، ولكن لا يمكن تصنيفه اللي هو أدب محض، معناه يمكن تصنيفها في أنها كتابات بالعامية، محاولات ممسرحة هكا شوية، وكذلك فيها جرأة مبالغ فيها، راه مشكل الحاجات الكل تتعدل بالنسبه للكتب نتاعها. بالنسبه للعناوين اللي طرحت السنه وعندنا ضجه، ساعه هو بدا بضجه كبيره، وتعرف انت الكتاب الذي تم سحبه وجدل اللي وراه هو بوليميك كبيره، دونك اليوم صاخبه الدوره هذه كانت، ما كانتش في صمت، يعني كانت سبكتاكولير شويه، جماهيريه شويه، بعد ما اسدل الستاره عليها، هل هذا الضجيج نفعها والا خدمها بطريقة أخرى، خلى ناس تمشي وتحب تكتشف وإلا لا؟ هو طبعا أي معناتها مشكلة مفتعلة أو فرقعة إعلامية كما رينا في مهرجان الحمامات، أو نفتحوا معناها قوس في السينما، الفرق اللي صارت بين فتح اليدي ودور الزروق معناتها ساهمت باش العباد يحكيوا. كذلك هذه الكتب الممنوعة أو غير ممنوعة، احنا مازال ما نعرفوش اسكو هي ممنوعة أو غير ممنوعة، نحن بصفة عامة ضد المنع وما نعرفوش، مانيش متأكدين حسب هيئة المعرض اللي عملت ندوة صحفية عزيز تقول أنه ما كانش موجود ضمن القائمة. اي ما كانش موجود ضمن القائمه، ثم الان هو ظهر لي فما معرض توا، عندي معلومه في سوسه، الكتاب والكتاب نتاع المبدع الرياحي موجود في معرض الكتاب في سوسه، لكن كما قلت في تونس يمكن ثم حجب الكتاب هذايا، ربما ما نعرفش هنا الاسباب
متعدة ويطول شرحها. به على كل هو مش موضوعنا. مش موضوع اللي يهمنا اليوم هو هل أتى المعرض في دورته الحالية على الأهداف؟ هل نجح في أنه يصالح التونسي بالكتاب؟ هل نجح في أنه يخلي كل الفئات العمرية تقصد المعرض وتروح محملة بالكتب؟ سؤال عميق جدا الحقيقة، لم يحل المشكل. المعرض مرة ولا أزمة الكتاب لم تمر. الكتاب لا يجدون فهمتني موارد لكي يطبعوا الكتب، ومعناتها والجرايد اللي هي تابعة كذلك عالم الكتب سكرت أكثرها، ودور النشر سكرت، والمعرض لم يحل المشكلة. هو معناتها حل وقتي، وكأنها إناس عرس عملناه عرس ثقافي ثم انتهى، ثم ما تحلتش المشكل. معناتها مشكلة الكتابة، مشكلة الكتاب بقي الهجر، بقيت القطيعة، لم نجد معناتها السبل البديلة لإعادة مصالحة التونسي مع الكتاب. شنو رأيك في أنه القطيعة هذه تطال حتى بعض المتدخلين في عملية الكتاب؟ بعض ضيفتي مثلا ابتسام الخميري تقول لم توجه لها الدعوة. عديد الكتاب والقاصين والأدباء والنقاد يقول لك لم توجه لنا الدعوة. كيفاش ترى هذه اليوم، وكيفاش النجم؟ وهذه مشكلة الدعوات مطروح يظهر لي من جي تي سي، أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج السينمائية، يعني يطرح مع كل إذن ما حدث من نوع هذا. هو أهله مكة أدرى بشعابه، من المفروض جميع الكتاب والقصين ورجال الأدب ورجال الفكر. وقبل كنا معناها في الدورات الفارطة كنا نستضيف محمود درويش ونزار قباني والأقطاب أدونيس والكتاب الكبار. معناتها المفروض ما تطرحش حكاية الدعوات، أو حتى إذا كان معناتها هما أولاد الدومين، أولاد مال الكتاب، يعني هما ماهمش ما يستحقوش الدعوة. المفروض هما من المؤسسين ومن المشيدين، من المفروض أنهم معناتها لا يحتاجون إلى دعوة لأنهم أبناء الدار، وهذا عيب معناتها حكاية الدعوة. أما راهو نحكيو مشكل على الكتب عزيز، نحكيو أيضا حتى على الورشات، وإحنا نعرفوا اللي المعرض هو الكتاب، هو أروقة الكتاب، هو بيع وشراء، وهو أيضا ورشات، ملتقيات، محاضرات، وركشوب، يعني عندنا برشا حاجات الحقيقة في الإطار. الورشات كذلك ناس كانت روتينية، كانت بطريقة غير متجددة، كانت وكأنها ندوة في السبعينات، لم تعرف تجدد حتى على مستوى التقني. وإحنا هنا نعرفوا التكنيك توكوم الجديدة، مثل الهوم سينما أو الشاشات الكبيرة العملاقة أو السي دي، معناها قعدت حتى الورشات روتينية شوية وكندوة، ولو أنها ساهمت في أنه تجمع العباد، أنه العباد يجي ويحبوا يصحوا معناتها الإمضاء وكل. أنا يعني راه معناها المعرض قعد مناسبات، يا ريت المعرض يكون معناها يومي في المكتبات، أنه نعملوا معناها فورمول معناها أو ربما صيغة، هذا هو صيغة، أنه يتم التخفيض في الكتب، لأنه ما حكيناش كذلك على الميزانية المادية، أنه ساعات فما كتب يحب يشريها التونسي ولكنها باهظة جدا. أي رغم اللي فما تخفيضات عزيزة ليهم، ولكن ديما قد ما نحب الرغب لابد أنه نضغط على سعر الكتاب باش النجم نخليه صديق للأكثر شريحة ممكنة. بهذا موضوعنا في الجزء الأول منه. موضوعنا الثاني باش يهزنا للمسرح. المسرح طبعا، المسرح نفس المشكل نتاع الكتاب باش نبداو منه، ولكن فما الحل هنا، الحل لقيناه. معناها كما هناك قطيعه بين التونسي والكتاب، هناك قطيعه بين التونسي والمسرح. التونسي لا يذهب الى المسرح، اولا ساعات يلقى تذكره غاليه، ثانيا ساعات في المسرح البلدي بالعاصمه ما يلقاش وين يحط الكهرباء نتاعو في الليل، ثالثا ثم الاكتظاظ هنا. فما هو بيناتنا لبيناتنا عاشق المسرح وعاشق الفن الحقيقه، يعني يمشي مهما كانت الظروف. كله يهون من اجل اني نمشي نتفرج في عرض مسرحي ذو جوده وذو قيمه هكا. ولا عزيز طبعا هو عاشق المسرح، يمشي حتى ولو في مدن الجمهوريه، ولكن صراحه هل ان التونسي يذهب للمسرح 100%؟ ساعات راوها شاغره، واللي اكثر يمشي وساعات نخبوي ربما، واللي اكثر ماشي الون مان شو مثلا، كي يعمل فنان نجم كوميدي، نجم شباك، ون مان شو، مسرح النخبه بالطبيعه يجيوها اربعه من الناس، معناها رغم انه في قمامه كبيره كما الفضل الجعايبي، الفضل الجزيري وغيرهم، ولكن ديما الون مان شو هو اللي طاغي. نرجع لموضوعنا اذا، ورغم اللي عندنا احتفاءات حتى في السلطه الرابعه مثلا في شخص خالد هويسه نحيي كل فريقها ونجاح منجم كان يكون اضافه للمسرح التونسي. انت عملت لنا مدخل باش تحكي لنا على تجربه العكيري. تجربه الدكتور فتحي العكيري هو معناها وجد الحل. علاش انا اعطيتك المقدمه نتاعك النقل وذاك والكسل نتاع
هو يجيك لدارك، معناه هو عمل مسرحية أدوميسيل، معناه مسرح ما يسمى مسرح العائلي، أنه أي معناها مواطن أو أي صديق يطلبه يعمل العرض متاعه في المنزل متاعه. هذه فكرة ما موجودة في أوروبا، هي من زمان، ولكن هو بما أنه كذلك دكتور مسرحي كبير وعاش في فرنسا، وإحنا رينيه في التلفزة الوطنية الأولى عمل سكسي الكبير في الخطاب على البال في دور منصور الخضار، لكن ما يعرفوش اللي هو دكتور كبير وإنسان متثقف برشا. عمل المسرحية ذي صحبة مجموعة من زميلاته في علم المسرح، ما نعرفش عنا الصور، رينا صور مروهم الزملاء. دونك اليوم فكرة أوريجينال وطريفة زيدا، طريفة جدا، طريفة جدا، إنه نمشيو إحنا للجمهور، ما نستناوش إنه الجمهور يجينا. جميل جدا. التجربة الثالثة أيضا تسجل عودة نعيمة الجاني، ولا نقول مصالحتها مع الخشبة، خشبة المسرح. نعيمة الجاني هذه يعني معناها قيمة ثابتة في التراجيديا، وناس الكل يعرفوها في التراجيديا، ممثلة ممتازة، ولكن ما راهوهاش في الكوميديا. مسرحية اللي عملتها بنات سعاد، واللي كانت من إخراج صدق حلواس، وكان في الكتابة فيها أميمة من حفصية، عائلية هي، عائلية هي، عائلية في كل جوانبها، لأنه اللي عملوها بالحق يعني زوجها بنتها ومعاهم لبنى الزديري، وهي عائلية لأنها متوجهة للعائلة، لأنه رغم أنها طرقت مواضيع جريئة اللي هي الخلافات الزوجية والخلافات العائلية والعنوسة، خاصة عندها خاطر عندها زوج بنات هي ويلوجوا على زوج، معناتها وذي من المشكل العصر تو العنوسه، معناتها قبل ما قبل الزواج. ونعيمه معناها اكتشفناها، نحن ديما نحكيوا على وجيه الجندوبي وريم الزريبي فقط في الكوميديا كتدافيش، معناتها لقينا نعيمه الجاني كوميديه، عندك الروح الكوميديه. وهناك نذكرك بدور عملته في شوف لي حل، دور كلثوم كذلك، فيه الجانب الكوميدي هذاك، واللي وحتى في الخطاب على الباب يعني دورها كان فيه برشا فكاهه، احنا ريناها مع الشخصيات القريبه وخفيفه. اي ليس هكا حاتم مرحوم، كانت فما في لقطات ضحكه معاه، الحقيقه مسرحيه فوت فيل. وحديده جويده، حديده جويده مع الشيخ تحيه تحيه لنعيمه الجاني، ان شاء الله تجيب حدينا لهنا وتكون ضيفتنا في نسمه صباح. بالحق يعني اليوم شنو اهميه انه نرجعوا للباركور هذايا للمسرح؟ يعني ايش تحب تقول نعيمه اليوم؟ كيفاش تقرا انت عودتها للمسرح؟ كيفاش تقرا انت في بعد الكارير هذايا والنجاحات التلفزيونيه وفي الدراما تعود الى المسرح؟ المسرح هو الحياة، المسرح هو الأساس، وهو التكوين الصحيح للممثل. يعني هناك نجوم يطلعوا أو أشبه نجوم بين قوسين من التلفزة والسينما ثم ينطفئوا بسرعة، ولكن اللي متكون تكوين صحيح ومتين مسرحي فهو يظل طوال العمر الامتحان الوحيد والحقيقي. الناس معناها الخشبة هي السين، هي الأساس، ومعناتها علاش احنا اليوم حكينا على الكتاب وحكينا على المسرح؟ لأنهم هما الأساس، لأنه الإنترنت ما يعوضش الكتاب، لأنه التلفزة والسينما ما تعوضش المسرح، والمسرح هو الحياة، والمسرح هو الخشبة، والمسرح هو الحيوية والطاقة والجمال وكل الأشياء الإيجابية. صحيح، ما عندناش الصور نتاعو، ولكن ما نجمش ما نحكيوش على المهرجان، أنت عرشت عليه شوية، مهرجان السينمائي بالحمامات، كأنه بدا يشد الثنية نقولوا احنا، وما أحوجنا زيدا اليوم عزيز أنه يكونوا عندنا مهرجانات في السينما، ورمزية الحمامات كوجهة سياحية طبعاً. مهم برشا أنه يكون عندنا النوعية هذه من المهرجانات. طبعا هو أول نقطة إيجابية أنه معناها حتى مخرج سينمائي معروف اللي هو مختار العجيمي في إدارة الدورة، ويظهر لي معناتها مهرجان سينمائي كيحطوا مخرج يكون عارف بكل التفاصيل وبكل الخبايا نتاع الميدان الفن السابع ذلك، هو كذلك عنده تقنيات مختلفة على التلفزة وعلى المسرح. رينا احنا حفل الافتتاح مثلا اللي فرحني برشا برشا، ريت محمد السياري اللي هو قامة كبيرة برشا في توحشناهم برشا اسماء، فتحي الهداوي، فبدي سمير حيم، ريناهم إضافة للنجوم جدد طالعين اللي هم كيما درة زروق اللي معناها أثير عليها جدل، وكان معناها مش من نجوم طالعين، عاد طلعت وكملت كونفيرمي دره، ولكن كونفيرمي نحكيو بالنسبه لمحمد السياري معناها تجي بعد في جينيراسيون حتى في القيمه ميسيش، ولكن متميزه هي وتعمل في مسيره معناتها رائعه سواء في مصر سواء في تونس. فالمهرجان هذايا في الحمامات اولا ايناس معناها اعطى مصالحه كذلك مع السياحه في ياسمين الحمامات اللي هي راكته في الفتره هذه، هو الاختيار صعب الحقيقه للمكان والتوقيت زاده، والتوقيت معناها اعاد المصالحه حتى حي المنطقة هذيك، وعاد معناتها الجمهور الثقافة وجمهور الحمامات، ولو أنه ثم بعض الإطلالات الغريبة اللي ما عجبونيش، معناتها نتاع مانيش نحكي على درة، درة يعني درة فنانة كبيرة بالنسبة لذو غريبة، بمعنى غريبة أنه معناها ثم أولاد ولا بنات يلبسوا لباس غريب على المجتمع التونسي في التابيروج، ما عندهمش علاقة أصلا بالسينما. تعرفني شخصي. ربما أنا تمسني جزئية ثانية، ما عندهمش علاقة بالسينما، نرجع مرة أخرى لمشكل الدعوات، دعوات ريت عزيز معناها نرجع ندور
تحضروا ونحكيوا على الدعوات، يعني هل تمشي الدعوات لأهل الاختصاص؟ هل تمشي للناس اللي تستحق اللي باش تجي تدلو بدلوها اللي باش تعمل الإضافة اللي باش تحكي كاريرها تحكي عليها، وإلا للدخلاء وإلا للمتشعبتين والمتطفلين زيدوا يزي المتطاولين؟ يعطيك صحة عزيز. حبيت نذكر فقط مخرجتنا اليوم هي أمال علوين، تحية ليها عليها، تعرف عن التحية كبيرة هي خاطر زادة جابت الأستاذ فتحي العكيري مؤخرا في برنامجها، وهي زادة من الرواد عاد نتاع الميدان هذايا، وعملت توا يعاودوا في عنبر الليل دورها ممتاز برشا، عاد مبدعة كبيرة. مش على خاطرها مخرجتنا على الهواء، خاطرها مبدعة كبيرة، عاد أمال علوين وش نحكيوا عليها اليوم. هيا بيك منعت أمال معانا وكعارة ظن جبدناها شوية، ما أنا تذكرت علاش، لأنه زوز حلقات نتاعها اللي باش يراوهم سيدة المشاهدين على القناة الوطنية في برنامجها زوم اللي يعنى بالسينما، إن شاء الله باش صورتهم وخذت زوز أفلام وصورتهم في الحمامات في رحاب المهرجان هذايا السينما بالحمامات. وحتى فتح العكاري ظهر لي هي آخر ما نستضافت، آخر ما آخر من استضافته، أي من أحلى ومن أجمل البرامج. مهم أن يكون عنا برامج أيضا خصوصية، حكينا على مهرجانات خصوصية بالسينما، أن يكون عنا أيضا برنامج خصوصي ومختص في السينما كيما زوم مثلا. طبعا مهم طبعا هذا كان نقصنا سنوات وسنوات، معناها ما عندناش برنامج خاص بالادب، كان قبل رواق الكتب تاع ادم فتحي ثم احتج بفتره، ما عندناش برنامج خاص بالمسرح، تو كي عندنا برنامج خاص بالسينما معناتها ما نخافوش. وكذلك الافلام اللي تعداوا افلام تظلمت في فتره معينه وتم معناها اعاده كشفها من جديد واعاده النور عليه، هذا مهم، هذا بادره جيده، واكيد معناها اذا جات من الوطنيه الاولى ومن امال علوان تنجم تكون كان بادره ممتازه. هيا باهي منعنا، خلي تكمل لنا الدرج ولا الدرجين اللي مازالوا سلامات ولاباس، وان شاء الله متابعه طيبه بالحق، احنا نشاكسوها خاطر نحبوها، خاطر زميلتنا، خاطر صاحبتنا قبل ما تكون مخرجتنا على الهواء. دونك تحياتنا، وتابعوا زوم لامال علوان، تتمتعوا بالحق بالفرجه وتتمتعوا بالنقد وتتمتعوا بالتعليق اللي يلي الفيلم كل اربعاء في البرايم تايم على القناه الوطنيه الاولى. نشكرك عزيز، شكرا على هالقراءه هذه وهالجوله هذه المزينه في رحاب اهم العناوين الثقافية. أنا باش نمشي بحذا سابرين، وما زلنا نستناو راهو في الدقائق الأخيرة باش تكون معانا إن شاء الله نيديا إرتيبي مرة أخرى من القصرين، والخبر الأخير بعد ما استبشرنا وقالت لنا وأن السدود سد خمودة نسبة الامتلاء نتاعو بعد ما كان 0% توصل اليوم صباحا، اليوم الجمعة 12 ماي، إلى نسبة تقريبا 72%. للأسف الخبر اللي تسوقوا لنا نيديا في الأثناء أنه تم غرق أو ما لقاوش امراه خمسينية في العقد الخامس من العمر نتاعها، فاض الواد واختفت هي، ان شاء الله يا ربي يلقاوها. البحث جاري من طرف الحمايه المدنيه، حبينا مداخله اخيره حتى نطمن عليها ونطمن ايضا، لانه يبدو تقول نيديا انه بعض الاضرار لامست بعض الديار في القصرين. انا نمشي بحذا صابرين، وفي الاثناء تحيه للصغرون هذيا، هذا بيرم الشرقي 8 سنوات من العمر يطفئ الشمعة الثامنة، وإن شاء الله بطول العمر، وإن شاء الله إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله يا رب يكون من أسعد خلق الله ويفرح والدته خولة وأبوه ويتربى في عزهم. دونك مرة أخرى هذا بيرم المزيان، هذا بيرم إن شاء الله اللي نتمناه له كل حظوظ الدنيا. نمشي بحذا صابرين في انتظار أنه نادية إن شاء الله نوفق في أنه ناخذها في اللحظة الأخيرة. إنيس لهنا احنا دبارتنا حضرت كل شيء طاب في حقه، كما قلت لكم في اول حصه دبارتنا اليوم 100% تونسيه من الطبق الرئيسي للمقبلات للحاجه الحلوه نتاعنا. دونك لهنا عملنا مع بعضنا الكسكسي اللي هو اخترت انه يكون باللحم والخضره، حطيت اكثر الحقيقه في الطنجره خاطرها تسيب مطعم برشا فيه بنه بخلاف الفيتامينات نتاعها اكيد المنفعه، اي في وسط السوس. الكسكسي نتاعنا وريته كيفاش طيبناه، قليناه بالقدا من بعد مرقناه وقلينا له جرينات الفلفل الاخضر زاده يبنوه برشا، واللي يحب ينجم يزيد زبيب والا عظام مصموط لهنا، كل واحد وذوقه. الحمص شنو؟ ما حطيتش حمص. ماش حمص. انا ما نفخناش الحمص. صابريش في ديزولي مره سامحني. ما نفخناش الحمص. لا انا بالحق ديما نذكر انا كيما الراجل اللي يدخل اخر وقت من الدنيا الكل هذه الخيرات الكل وين الحمص؟ البارح سامحني. قلبي قال لي انت باش تسالني على الحمص. اي بي ما عنديش حمص ونفخ. يا اخي اصريت ما ديما ما عنديش حمص ونفخ.
باهي. ورغم هذايا عملنا كسكسي بنين على الطريقه التونسيه هذايا. تونسي 100%. اي صحيح. باهي شحال ناخذ؟ ومعاها عملنا البريكه. بريكه بالعظمه، اما وريت طريقتي فيها اللي انا نصمت البطاطا ومن بعد البطاطا هذيك كي نرجعها كالبوري معناها نحط معاها جبن مثلثات يبنن برشا، ومعها شويه معدنوس نجموا تزيدوا بصل اللي يحب مطعم البصل، شويه كبار ما نكثروش شويه كي خاطر كي تحطوا شويه يبدا يبان زيدا كي تكثر شويه شويه. معها حطينا التون زيدا وفي الوسط حطينا العظمه نتاعنا، نقصنا شويه من الابيض هكاك نضمنوا انها تجي مرتوبه ما يخرجش الابيض نتاع العظم من الجناب. وزيدا كيف كيف كي نقليوها يبدا الزيت ليه هو سخون برشا ليه هو بارد، وعندنا زوز مغارف كبار باش نسكروا بهم الجناب وما يخرجش الفارس على برا معناها. هما الحقيقه مرتوبين لانه بخلاف البنه صابرين المنظر مهم برشا، هذوما مرتوبين مزيانين يشرهم الاخر نودوكم ولا انشهيوكم. بعد الطبق البنين هذايا الاطباق هذوما الزوز عندنا الحلويات. عندنا العصيده، عصيده نوازيت اللي قلت انا نعملها بالحليب، فما شكون يحبها بالماء، فما شكون يقول لك كي تحط لها الحليب تولي بوزه، ليه راهي البوزه بنشي. دونك مادام فيها الفايده انها تنجم تكون كان عصيده بالحليب تكستور تكون كريموز اكثر معناها. نجمو قلنا نحليوها بالسكر والا بالحليب الكونسنتري كل واحد وذوقه. نوازيت تكون بات قاره زيتها مش بودر وطيبناها من الاول، اكيد نخلطوا لي زانغريديون الكل باي ميكسور عندنا في الدار باش الفارينه ما تقعدش هكاك كعبر الفارينه وكل والماء والخليط الكل معناتها يولي متجانس. من بعد نطيبوها على نار متوسطه حتى لين تشد روحها، وما تشدش روحها اكثر من اللازم زاده خاطر هي كي تبرد تزيد تشد روحها زاده معناها. صحيح. دونك هذايا فطورنا اليوم الحقيقه يشهي مزيان مع الطقس ممطر، دونك حاجه خير من كسكسي. انا نعرف برشا عباد قدام الكسكسي لا يعلى عليه، الكسكسي عنده الاولويه. اذا كان حاضره ناديه ارتيبي كسوسوا عن طريق تقنيه ستريمينغ والا بالهاتف مضبيه، نرجع لناديه ارتيبي لانه مهم برشا انه نتهنى الحقيقه نطمن على المراه اللي جرها الواد اليوم، ونطمن على اهالينا في القصرين الكل اترافير ومن خلال المراه هذه. ناديه تحية طيبة من جديد لك إيناس. طبعا نحن في طريقنا إلى منطقة الكسيبة من معتمدية جدليان، لأنه كما ذكرنا كمية الأمطار الهامة تثبت في فيضان عدد من الأودية على غرار وادي الكسيبة من معتمدية جدليان، كانت فيها كمية الأمطار تجاوزت 20 ملم في الساعة. الواد الكسيبة وين ما كانت امرأة ترعى أبقارها على حافة هذه الواد، لكن فجأة سيول من المياه جرفت امرأة اللي اليوم حاليا جاري البحث عليها من قبل فرق الحماية المدنية من سبيتلا وتيلا والقاسرين، وأيضا التحقت بهم فرق وحدات من ولاية سليانة. اليوم توا فما حملة تمشيط واسعة على مجرى الواد وأيضا المناطق المجاورة، وفما تقريبا زوز فرق موجودين على عين المكان وزوز فرق من الحماية المدنية حاليا في طريقهم لمعناها البحث في المناطق المجاورة للواد. كما قلت لك إيناس أن المرأة كانت ترعى أغنامها أو أبقارها على حافة هذا الوادي، كميات كبيرة من الأمطار ثبت في فيضان الأودية ومنها واد الكسيبة، وكما حكينا صباحا وزادة فما أضرار مادية ثبت فيها كمية الأمطار المتهاطلة على ولاية القاسرين لعدد من المنازل بمعتمدية سبيتلا، وأيضا حاليا تجري عمليات فتح المسالك وأيضا شفط المياه من هذه المنازل. ونحن بطبيعتنا إيناس إن شاء الله تكون فما صورة واضحة من عين المكان في النشرات الإخبارية للتلفزيون التونسية بأكثر معطيات. شكرا لك نادية، شكرا لك لي على أكثر من مداخلة معنا اليوم. الحقيقة هذه الأمطار اليوم حبينا نكون مرة أخرى نتابع تداعياتها، إن شاء الله احنا نحبوا ديما أمطار خير ويمن وبركة، ولكن للأسف هذا الواقع اليوم في بعض الجهات. أنا نشكر كل زملاء المراسلين في الوحدات الجهوية، كل اللي دخلوا معنا وخاصة في الكل ما عنده علاقة بإثراء الفقرات بما فيهم احتفائنا اليوم بذكرى الجلاء الزراعي. إن شاء الله مبروك علينا وإن شاء الله طبعا
هذه خطوة من خطوات يكون عندنا اليوم سيادة وطنية وأمن غذائي كامل. نشكرك شيف صابرين، يعطيك صحة على هالأطباق المزيانة هذه الكل. احنا هذه اليوم كان بطلب من ضيوفنا البارح اللي جاونا من فرانس تلفزيون، حاضرين خلف الكاميرا باش يجيو بحذنا مرة أخرى. احنا نودوكم ولنشاهيكم، إن شاء الله تعاودوا تجربوا الأطباق هذه وترجعوا لنا بالفيدباك نتاعكم تقولوا لنا كيفاش لقيتوها. أنا نودعكم إن شاء الله، نهاية أسبوع مريحة لكم الكل، بقية متابعة طيبة لبرامجنا على القناة الوطنية الأولى. الأسبوع القادم نتواصلوا معكم إن شاء الله في نسائم أخرى وفي نسمة أخرى ديما على القناة الوطنية الأولى. شكرا لكم الكل.